دي أول قصيدة كتبتها في الديوان الجديد، يا رب تعجبك. عيناك كتاب مفتوح، أقرأ منه أشعاري، نافذتين نحو أفق وذكرى، نحو نهر تسبح فيه الأمان، نحو الأغاني أتسمحين لي أن أبوها. بقى كل حاجة وخلصنا، نهنيك تقسم بالله. أتسمحين لي أن أبوح بكل الأسرار؟ أنت مصدر إلهامي. بقولك يا مريم بقى، أنا همشي، هو زي القمر وكل حاجة، بس مش قادرة الصداع قاتلني. متبقيش خايفة بقى، خلاص هو قرب يخلص، هيعمل ندوة نحضرها ونمشي على طول. أنت من جار على الأوهام، أنت من أشرق على الأحلام. نعم، فأنت مكان. شكراً. شكراً للشاعر الرائع. أهو خلص أهو، اهبطي بقى، شكله عجبه. أنا كنت عارفة. تفضلي. أنت مش لسه من شوية قلتي لي اشبعي بيه؟ لا، أنا كنت بتكلم عن ساندويتش، إنما ده انسي. ماشي يا مريم، أنا مش هخسرك عشان الراجل. حضرتك بس على فكرة، عشان الواد ده أنا ممكن أخسرك عادي يعني. بدأت القصيدة بتقول عيناكي. آدم ده ذكي قوي. إشمعنى؟ ردوده حلوة، عجبني. أنا عارفة يا أختي إنه عجبك. حسبي الله ونعم الوكيل. كحكة في إيد اليتيم عجبة. أنا عايزة راجل زي ده. زيه؟ لا، أنت قصدك هو. آه، عجبني قوي يا إيمان. أنا مش فاهمك يا مريم، أنت لسه رافضة واحد زي القمر، زيه، وابن رجل أعمال من أغنياء مصر، ماشي بسكيبة فلوس. والولد ده يعني اول ما قال كلمتين مهروسين خلاص عجبك؟ اه، هو صحيح زي القمر وكل حاجه، بس انت هبله بصراحه. انت اللي هبله وستين هبله. انا بدور على راجل اتجوزه، مفيش حد قلبه. ولا عشان كانت عينك منه؟ لا طبعا، اوعي تقولي كده. خلاص طالما عجبك. لا بجد خلاص، هو ده يا ايمان، هو صوته، شكله، رقته، عينيه، هو ده اللي بدور عليه. هو انت ليه بتتكلمي كده بمنتهى الثقه كانه هو كمان معجب بيكي؟ اه، على فكرة طول ما هو كان بيقول الشعر كانت عينه عليا. ما شفتيش؟ الحقي 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 الحقي، ده جاي علينا. مساء الخير. مساء الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. انا شفتكم يعني قاعدين في الندوة، ف يعني اتمنى تكونوا انبسطتوا يعني. اه بصراحة جدا، انت كلك احاسيس ومشاعر، كتلة يعني على بعض. شكر جدا. بس هو ده المفروض يبقى العادي، مش كده؟ المفروض الانسان يبقى ماشي بقلبه يعني. طب بعد اذنكم انا ثواني وجايه، راجعه الفوتين. طب اتفضل. شكرا. اكيد. هو حضرتك ما بتعملش حفلات كتير ليه؟ انا لسه بقول عادي يعني. ابتدي. بس انت شاطر جدا وهتوصل بسرعه. شيخه، من بقك لباب السماء. شكر جدا. وانتي بقى بتعملي ايه؟ انا كنت بشتغل مدرسه، بس سبت المدرسه ودلوقتي بدور على حاجه تانية. شكلك كنتي مدرسه موسيقى طبعا، مش كده؟ لا خالص، ما حساب يعني. اه. اخر حاجه كنت اتوقعها بصراحه، ما بانش عليك خالص. ليش؟ معنى هو ممنوع بتوع علم يحبوا الادب والشعر والفن؟ عادي طبعا، بس انا يعني عمري ما كنت شاطر في الرياضه دي ابدا. لا انا شاطره فيها قوي. طب ايه، حافظه جدول الدرس؟ امتحني. 7 في 9 63. 7 في 6 42. لا ده انت شاطره بجد. ايوه طبعا، امال. لا بصراحه مش عارف ان انت قلتيه ده اصلا صح ولا غلط يعني، بس. لا صح، ما تقلقش. طب طالما ان انت مش بتشتغلي دلوقتي، بتعملي ايه في حياتك؟ زي ما انت شايف، شايله الكاميرا بتاعتي اهو، وقاعده بلف. دي هوايتي. بس بدور دلوقتي على مدرسه ثانيه، بس انا بحب الاطفال جدا. حلو جدا يعني، قاعد مع فنانه برضه. يعني مش قوي. وبعدين فنانه ايه يعني قدام حضرتك؟ حضرتي ايه يا شيخه بس، كتر خيرك. شكرا. طيب وانت بتشتغل حاجه تانية غير الفن؟ بصي، هو يعني ما ينفعش نقول ان الفن شغلانه. الفن هوايه، الفن المفروض يطلع من القلب، الفن المفروض ما يرتبطش بالماده. لما ده بيحصل الفن بيتشوه، ما بيطلعش حقيقي. فلا، انا بشتغل في شركه طلمبات. طلمبات؟ اه، طلمبات الميه اللي هي اللي بتروي زرع و... ناس و...
كده. الله. طب تسمح لي اصورك؟ تصوريني انا؟ انا اتشرف يا شيخ. دلوقتي يعني؟ دلوقتي. طيب اوكي. يلا. مش متعود حد يصورني بس اوكي. ايه رايك؟ ايه ده؟ لا دي حلوه بجد. الله ايه ده؟ يعني مش عارف انا كنتش فاكر ان في حد ممكن يصورني صوره حلوه كده. يعني اكيد بتجاملني شويه. لا بجد انا دي احلى صوره في حياتي مثلا. يمكن عشان ما فيش حد صورني يعني كانت حلوه كده. بص انا هقول لك حاجه بصراحه وانت يمكن ما تصدقنيش. بس انا شفتك واحنا في الندوه كنت عارف ان انا هشوفك تاني، قلت حتى لو صدفه هيحصل. بس ما كنتش فاكر ان الصدفه هتبقى سريعه كده، ما كنتش فاكر ان انا هخرج الاقيك. الحمد لله. قصدي النصيب. النصيب. طيب بصي انا كنت قاعد كده في الندوه وعينيا جت في عينيكي كذا مره، خدتي بالك؟ سرحت شويه وجي في دماغي كلمتين كده ممكن اديهم لك؟ كتبتهم دلوقتي؟ يعني وانا في الندوه، فاقريهم وقولي رايك، اوكي؟ بعد اذنك. اتفضل. باي. باي. عيناكي عيناكي كؤوس خمرة وردية، عيناكي عيناكي نور شمس ذهبية، فيها عرفت العشق تعلمت الحب وكتبت أبياتا شعرية. لا طبعا يا بنتي، مش هقول لهم اني رايحه له البيت. وانتي ماما تحت لو سالتك رايحين فين خارجين. لا انا مش هكذب. يا سلام، ده على اساس انك ما بتكذبيش في اليوم 100 مره يعني. لا على اساس ان انتي بتستهبلي. انا عايزه اعرف انتي رايحه له البيت ليه اصلا. ما انا قلت لك يا بنتي انه عيان قوي، انا عايزه اروح اطمن عليه. وبعدين فيها ايه؟ انتي جايه معايا. مين انتي اللي جايه معاكي؟ مش جايه معاكي طبعا. وبعدين انا مالي؟ بقول لك يا مريم، انتي عارفه كويس قوي ان انا رافضه العلاقه اللي بينك وبينه دي. لا هو شبهك ولا زيك. يا بنتي فكري بعقلك شويه. الله يرحم مكان عاجبك، ولما بقى معايا بقى بكوخة. ها ماشي. وبعدين افكر بعقلي ليه طالما قلبي وقلبه بيقولوا حاجات؟ خلاص قلبك وقلبه. ايه مريم جو التلزيق اللي انتوا عايشين فيه ده؟ مريم انت فاهمه الحب غلط. الحب مش زي ما انت بتسمعي عنه كده وبتشوفيه في الافلام. لا لا خالص. الحب يا حبيبتي عشان ينجح محتاج تفاهم وتكافؤ ومشاعر، مش زي ما انت فاهمه. وبعدين بطلي بقى العشوائيه اللي انت عايشه فيها دي، فكري بعقلك. يا بنتي انا وادم في بينا كل ده؟ والله يا ايمان وانا معاه ببقى حاسه ان انا طايره طايره. بقول لك على حاجه، ادم هو الراجل اللي انا بدور عليه طول حياتي. طب وطالما هو كده ما حكيتيش لاهلك ليه بقى علي؟ عشان احنا لسه في الاول،
بس اكيد يعني هو قريب هيجي وهيطلبني، ويلا بقى عشان نلحق. مريم الف سلامه عليك. الله يسلمك. انت ايه اللي جابك؟ هو انت متضايق ان انا جيت؟ لا طبعا، بس انت خدتي العنوان عشان تبعتي ورد، كنت عارف انك جايه يعني. ايوه قلت اطمن عليك يعني. مريم، هو انت بتروحي الرجاله للبيت عادي كده؟ ايه ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا، بس انا عارفه ان شيماء هنا وطنط يعني. سوري يعني لو ضايقتك. لا ما فيش مضايقه ولا حاجه، انا مبسوط طبعا انك جيتي وشفتك وكل حاجه، لكن للاسف مش هقدر اقول لك اتفضلي، ماما وشيماء نزلوا من شويه. اوكي لا ولا يهمك خالص، معلش ما تزعلش. تمام اسف. طب انت نازل الشغل امتى؟ يعني يومين كده انا بتحسن، بس طبعا هنزل معاك دلوقتي اوصلك، انا مش قادر اسيبك كده تمشي لوحدك. لا لا خالص، تنزل فين؟ خليك انت مرتاح، انا هنزل لوحدي. لا لا انزلي استنيني دقيقتين تحت، انا هجهز وانزل. طيب سلامتك. مش تأخر عليك. اوكي باي. هي دي حياتي وده شغلي، ومريم طبعا في عناية. بس المفروض يعني قاعدة زي دي كانت تبقى الست الوالدة موجودة. أنا قلت أجي الأول أتعرف على حضرتك وعلى عمر طبعا، وبعدين المرة الجاية أجيب العيلة كلها وتبقى حفلة كبيرة إن شاء الله. عموما كده كده دي قاعدة تعارف يعني. مظبوط طبعا، بس أنا الحقيقة أفضل إن المرة الجاية يبقى كاتب كتاب على طول. لا مش هينفع على طول كده، استهدوا بالله شوية يا ولاد، معقول لازم تبقى في فترة خطوبة الأول عشان يعني تعرفوا بعض أكتر. الحقيقة حضرتك أنا عندي أخت بنت، مفضلش إن الفترة اللي قبل الجواز تبقى طويلة يعني. إيه ده يا عم آدم؟ اشويش علينا شوية. يا أولاد استهدوا بالله، ده جواز مش سلق بيت. ما عشان كده يا طنط أنا مستعجل بصراحة، أنا مش هلاقي حد زي الأنسة مريم تبقى شريكة لحياتي وأم لأولادي، وأنا مش شايف أي داعي للعطرة يعني بصراحة. وعلى كده انت شقتك جاهزه يا ادم؟ عندي شقتي. ودي فين بقى الشقه دي؟ هي الشقه اللي انا قاعد فيها، بس ماما وشيماء هيروحوا يقعدوا مع خالتي بقى، هي كده كده قاعده لوحدها يعني. عموما انا مش هقدر اخد قرار دلوقتي، لازم اخد وقت في التفكير شويه. بس احنا يعني تقريبا متفقين على كل حاجه. اتفضل الجاتوه يا استاذ ادم. يا ماما ادم. اتفضل جاتو يا استاذ ادم. شكرا جدا. مش عاجبك ليه يا ماما؟ مش حكايه مش عاجبني يا مريم، ما ينفعكيش يا ماما. انا اول ما دخل عليا كده حسيت فعلا احساس انه ده ما ينفعش، مش شبهنا يا ماما. هو شكله مش بطال، بس هو كمان مش جاي يصور يعني علان. وبعدين انا مش فاهماكي بصراحه، ست الفودي ابن علي ابو جبل وعايزه تتخطبي انا اسفه يعني للعره ده. لا من فضلك يا ماما ما تغلطيش فيه. انا ما بغلطش فيه، انا بحاول انبهك. اهدوا بس يا جماعه، انا شايف ان الكلام ده كله سابق لاوان. انا بس اللي مستغرب له حاجه واحده بس، هو ليه مستعجل قوي كده طالما مش جاهز 100%؟ يعني الحق عليه انه مش عايز يصاحبني ولا يعمل فتره خطوبه؟ الراجل جاي دغري تقوموا تعملوا كده؟ هو بيحبك بقى وعارف مصلحتك اكتر مننا. لا يا ماما، انتوا الاثنين عارفين مصلحتي كويس قوي، بس انا مش صغيره ولا واحده عايزه اتجوز وخلاص. انا اخترت ادم وبتحمل مسؤوليه اختياري. طب يا مريم نبدا بخطوبه، تعرفي قد ايه هو بيحبك وتتاكدي من حبه ليكي والكلام ده كله؟ انا اعرفه بقالي فتره وشفت كل ده وخدت قراري خلاص. انتوا بتتكلموا فين انتوا الاثنين؟ الجوازه دي مش هتتم يعني، مش هتتم ولا على جثتي. Thank you.
استنى يا مصطفى. طب جميلة، شكرا شكرا. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ايه النظافة يا واد والحلاوة دي؟ ده انت وعيتك حاجة وزي الفل، ومراتك ايه؟ ادعي لاختك يا اخويا تكون جوزتها زي الفل. لا حاجة خلاص ماشي يا حبيبي. اي حاجة ايه المستوى ده؟ وازاي اعتماد توافق على كده؟ مش مصدقه يا مامي، مريم اكيد اتجننت. انت شايفه شكل اخته وبنات خالته عاملين ازاي؟ وحشاني يا الهام. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك في عمرك، عقبالك يا بنوته، عقبالك يا بناتين. ابني قمر وبنتك قمرين، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم. عقبال يا اختي كده ما تفرحي بعمر ان شاء الله عن قريب. يا رب ربنا يخليك يا حاجة، عقبال شيماء إن شاء الله. تسلمي لي يا حبيبتي. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، صلاة النبي صلاة النبي عليكم. كلكم بقى كده عرايس، اتجوزتوا ولا لسه؟ لا لسه. لسه؟ حلو، الواد ابن أختي عايز يتجوز عروسة، هجيبه بقى كده عشان ينقي واحدة منه. هو مش بينقي من سوبر ماركت على فكرة. من إيه يا أختي؟ إيه ده؟ ده المأذون أهو، يلا بقى عشان نكتب الكتاب ونفرح، يلا يلا يلا. بس حقك عليا. حبيبتي ده فطار خمس نجوم ده. طبعا، واحنا هنهزر؟ ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. ويخليك ليا يا جوزي يا حبيبي يا ابو عيالي في المستقبل القريب ان شاء الله. رويني عايز اشبع من امهم الاول، بس طبعا ربنا يرزقنا بالخير في الصراحه ان شاء الله، ده الاهم. يا رب يا حبيبي. طب يلا كمل اكل هيبرد. انا بحبك قوي يا مريم. وانا كمان بحبك قوي. هاتي بيضه بقى. أحيني. اه صحيح، نسيت اقول لك، مش انا جالي شغل؟ شغل ايه؟ مدرسه امريكان، بس ايه، هتبقى من اكبر واهم المدارس في مصر. كنت بعت لهم السي في بتاعي زمان ونسياه. كلموني واحنا في الهانيمون، قلت لهم اسبوع يعني ونحدد ميعاد. طب وانت خدت رايي في الموضوع ده؟ اخد رايك في ايه؟ ما انت عارف ان انا بشتغل مدرسه، وعلى فكره مرتباتهم تحفه. بس انا مش عايزك تشتغلي، انا عايزك تاخدي بالك من بيتك، من جوزك والاولاد اللي بتقولي عليهم دول. يا حبيبي ما انا هاخد بالي من جوزي ومن ولادي، بس دي فرصه حلوه قوي، وانت كده كده هتبتدي تنزل شغلك الصبح، وانا البيت هيبقى فاضي عليا، ايه المشكله يعني؟ يا حبيبتي حياه الشغل للست المتجوزه مش سهله زي ما انت متخيله، وانت حبيبتي بسكوتايه، انا خايف عليكي. لا لا ما تخافش عليا، هبقى كويسه. خلاص بقى يا مريم، يعني نقول نعيده. وبعدين المدرسة دي أكيد إدارتها أجانب، يعني مش وارد إن هم يعينوا واحدة محجبة. هي مين دي المحجبة؟ هو مش إحنا اتفقنا إن أنت هتحجبي بعد ما نتجوز؟ أديك اتجوزنا. أديك أنت بتتكلم بجد؟ بتضحكي علي، أنا مش بهزر. أصل إحنا ما اتفقناش على الكلام ده.
امتى قلنا ان انا هتحجب؟ لا اتفقنا وقلنا، بس انت برضو كنت فاكراني بهزر. عموما يلا ناكل لقمتين بس عشان نلحق ندوه الدكتور نبيل فاروق. يعني انا مش فاهمه دلوقتي، يعني هعمل ايه في موضوع المدرسه ده؟ انسى الموضوع ده خلاص. يعني لو كلموكي قولي لهم جوزي حبيبي يخاف عليا ومستتني في البيت. الملكات ما بيشتغلوش. انا هلكت بشكل مشينا ماشي. جاتكم خيبه، جيل صحته على قده. هو مش عموره ده اخوكي ولازم تتعبيله؟ يا خبر يا طنط. اه طبعا زي اخويا ده كلام. حبيبه قلبي عقبالك ان شاء الله، بس كان عموره عمل الخطوبه دي في بيت عروسته كنا ارتاحنا شويه. يا ماما ما انت عارفه، ما هو بيتهم صغير قوي، وبعدين كده كده هما متفقين يتقسموا الخطوبه والفرح، فتمام مش مشكله. استسمى الله عليه، عموره حبيب امه جايب لي عروسه ايه برنسيس، عيله تشرف. تقصدي ايه يعني بالكلام ده؟ ليه روحي ولا اقصد ولا ما اقصدش ولا على راسه بطحه. بقول لك ايه، انت رحتي الانترفيو ولا لسه؟ لا ما رحتش، غيرت رايي. غيرتي رايك في ايه؟ خلاص مش عايزه اشتغل. نعم. ليه يا مريم؟ ليه يا ماما؟ عايزه اتفرغ لبيتي وجوزي كده احسن. ايه مالك؟ مالناش يا روحي. ايه يا حبيبي اتاخرت كده ليه؟ ايه رايك؟ لا سيبك من الكلام ده، انا جايب لك مفاجاه. مفاجاه؟ ايه رايك في ده بقى؟ ايه ده؟ ده لشيماء؟ شيماء ايه؟ ده ليك انت طبعا، لو شيماء اجيبه هنا. ليه انا؟ بس يا حبيبي يعني ده مش ستايلي خالص، مش ذوقي. بقول لك ايه؟ خليه معاك دلوقتي وخلي الريسيت معاك ونبقى نعدي نغيره اي وقت. يلا بقى اجهز بقى عشان ماما بقالها ساعه بتستعجلني. انا مش هعمل اي حاجه غير لما انت تلبسي الاول. ما انا لابسه وجاهزه اهو، فاضل لي الشنطه وهاخد معايا شال وانا نازله. يلا قوم. انت فاكره ان انا هنزل معاكي وانت لابسه كده؟ ليه؟ في ايه؟ في حاجات كتير. انت مش تنزلي وانت لابسه كده بقى. ليه يا ادم؟ ماله لبسي؟ خلاص بقى ما تعصبنيش. بس ده فستان وحش جدا ولونه وحش، وبعدين باين عليه فستان محجبات، هتلبسه لي ازاي؟ خلاص انا نسيت اقول لك. صحيح هجيب لك معاده. مريم دلوقتي تنفذي فيه اللي احنا اتفقنا عليه وتتحجبي. ادم لا لا، انت بتقول ايه؟ لا انا مش جاهزه للخطوه دي خالص. بعدين بعدين. ليه؟ ايه المشكله؟ طب اقول لك ايه يا ادم، تعالى نروح دلوقتي خطوبه عمر، ولما نرجع نبقى نتكلم وناخد قرار في الموضوع. يلا لو سمحت. لا يا مريم دلوقتي مش دلوقتي نتكلم، دلوقتي تلبسي. مش هلبسه يا ادم، مش هلبسه. مريم انا بقول حاجه تسمع من غير كلام. المهرجانات اللي انت عاملاها في وشك دي تمسحيها من هنا ورايا، مش هتعتقي باب الشقه دي غير وانت محجبه. فاهم؟ معقوله حد من المعازيم جه؟ دول يبقوا تلمين قوي بصراحه. روحي يا شيري شوفي مين. انا هخش المطبخ اشوف سمر. ايه ده مريم؟ معرفتكيش يا بنتي. مريم مالك؟ ازيك شيري عامل ايه؟ ازيك يا ادم عامل ايه؟ السلام عليكم. مع السلامة. ازيك؟ ازيك يا عاملة ايه؟ كويسة؟ ايه يا مريم اللي انت لابساه ده؟ اصلا انا اتحجبت. اتحجبتي؟ ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا زعلانين ولا ايه؟ بدل ما تفرحوا لها يعني، دي لو كانت داخلة عليكم بالمايو كنتوا هتبقوا فرحانين أكتر من كده. قصدك ايه يا ادم؟ ان احنا ناس منحلين يعني مثلا؟ لا ما قلتش كده، بس انتوا محسينها انها اجرمت يعني، مش فاهم في ايه. لا يا استاذ، كل الحكايه ان احنا متفاجئين بالقرار، خصوصا اننا عارفين مريم كويس وعارفين هي بتفكر ازاي، وان اكيد ده مش قرار. وايه المشكله يعني لو حتى قراري ومات؟ مش عيب يعني، انا جوزها برضه. ماما ازيك يا طنط؟ عامله ايه؟
الحمد لله. انت ايه؟ انت مريم؟ ايه مريم اللي انت عاملاه في نفسك ده يا بابا؟ انت ايه اللي حصل ده؟ ايه يا ماما ده بدل ما تباركي لي على الحجاب؟ حجاب؟ هو انت اتحجبتي؟ انت وازاي؟ عادي يا طنط، ما هي لابسه محترم ومحتشم اهو. حجاب يعني؟ طب يعني مش يمكن اتسرعتوا شويه في الخط وبعدين ما كنتوا اجلتوها لبعد الخطوبه ولا ايه؟ الظاهر ان القرار ده جه فجاه صح؟ لا لا يا ماما، القرار ده يعني لما الواحده بتاخده بتنفذه على طول. فجاه كده؟ يا دي من يا شاء ظنت. عقبالكم جميعا. اتفضل. استني اما اقفل الباب. ايه خلاص هتموتي لو احترمت نفسك 5 دقايق زياده؟ احترمت نفسي؟ ايه الاسلوب ده؟ هو انا ما كنتش محترمه قبل كده ولا ايه؟ انا ما قلتش كده، بس انت دلوقتي محترمه اكتر. اقعدي، عايز اتكلم معاك كلمتين. لا بقى، انا اللي عايز اتكلم معاك كلمتين. ايه اللي انت عملته النهارده ده؟ يعني ايه تمشيني من خطوبه اخويا بعد ساعه مما رحنا؟ تقصد ايه؟ مش كفايه انك غصبتني على حاجه انا مش عايزاها؟ طب انا هسالك سؤال. ايه رايك في راجل مش بيحترم كرامه مراته قدام الناس؟ مش فاهمة يعني ايه السؤال الغريب ده؟ ولا غريب ولا حاجة، جاوبي بس. يبقى ما يستاهلش يتقال عليه راجل. يبقى متفقين. ها؟ وانت متجوزة راجل يا مريم، مش كده؟ أنا مش فاهمة أنت بتتكلم عن إيه؟ أنت لو واخدة بالك، أنا مشيت لما لقيت كل شوية حد من أهلك بيجي يستظرف ويستخف دمه عليكي وعلى شكلك وعلى حجابك، وأنت حاطة وشك في الأرض كأنك عاملة عاملة. ما هو طبعًا عشان شكلي يضحك، وأنت السبب في ده. شكلك يضحك عشان ملتزمة؟ وبعدين مش مهم هم يضحكوا، المهم تظهري بالمظهر المناسب كزوجه لادم عبد الحميد. انا مراتي لازم تبقى محجبه يا مريم، احنا ما عندناش الكلام ده. انتوا مين؟ انت بتتكلم عن مين اصلا؟ بتكلم عن عيلتي، عن اهلي يا ماما. احنا عيلتنا كلهم محجبات، ناس محترمه ولابسين محتشم. مش زي عيلتكم نازلين بالمايوهات، بس العيب مش عليهم، العيب على الرجاله اللي سايبينهم ينزلوا كده. انت اتجننت؟ انا مش هسمح لك تتكلم كده عن قرايبي. والله ضحكتيني. لعلمك بقى باللي هم لابسينه ده، تربيتهم ما حصلتش تربيه بنات جايه من شارع الهرم. ادم لو سمحت ما تتكلمش كده عن قرايبي. طب لعلمك بقى قرايبك دول مش هتشوفيهم تاني. ايه؟ لا ده انت اتجننت رسمي. انا لا عاش ولا كان اللي يخليني اقطع علاقتي باهلي. هو انا بحذرك اهو، الكلام ده انا مش هكرره تاني. تقصد بقى زيهم؟ انت ذوق ما ينفعش معاك يا مريم. انا هوريكي، انا لما اقول كلمه تقولي امين. فاهمه ولا لا؟ اقرب مني يا ادم، انت فاهم ولا لا؟ سامحيني يا مريم، انا اسف. ابعد عني يا ادم احسن اصرخ والم عليك الناس. طيب اسمعيني بس، اسمعيني مريم. انا اللي عملته ده ملوش اي مبرر، واي كلمه اسف دلوقتي انا عارف انها ملهاش اي معنى. انا مش عارف اللي حصل ده حصل ازاي. ارجوك يا مريم سامحيني. انا مش متخيل اصلا ان انا مديت ايدي على اكتر انسان انا بحبها. ارجوك يا مريم، أرجوك سامحيني. أنا كراجل مش عايز أشوف مراتي غير ملكة. أرجوك يا مريم، أرجوك اغفري لي. أنت بتعمل إيه يا آدم؟ بتعمل إيه؟ قوم لو سمحت، قوم. مش هقوم غير لما تسامحيني. قولي لي إن أنتِ سامحتيني. أرجوك يا مريم، أرجوك اغفري لي. أنا مصدومة فيك يا آدم، والله مصدومة فيك. أنا مش مصدقة إن أنت راجل اللي أنا حبيته. عارف يا مريم، عارف، أنا غلطت، أغلط، بس أنتِ بس انت برضه تقدري تغفري لي، مش كده؟ مريم انا بحبك، انت عارفه كده كويس. ايه؟ حبي ليكي ده ما يشفعليش عندك؟ انا بترجاكي تغفري لي. اوعدني يا ادم انك مش هتعمل كده تاني. مريم انا بحبك. حبي ليكي ده هو اكبر دليل على انا بقوله. وانت عارفه كده. سامحيني يا مريم، آسف. طبعا ده مش هيتكرر تاني، ده مش بس كلام، ده
هتشوفي نفسك. وفعلا بعد الموقف ده حياتنا تغيرت، خصوصا لما اكتشفت اني حامل. قضيت اجمل 9 شهور في حياتي، حنية حب ودلع ما شفتهمش قبل كده. ابتديت اتعود على الحكاية، وبقيت عارفة ازاي اعمله بشكل حلو، شكل يرضيني وفي نفس الوقت يرضي أنا. كل حاجة كانت حلوة في 9 شهور دول، ويمكن بعدها بشوية، تحديداً لما أيمن تم سنة وبقى قادر يقف على رجله. ومن بعدها ابتدت مرحلة جديدة في حياتي. إيه رأيك في الأتموسفير ده؟ ملهم أهو؟ وبقالك زمان يعني ما كتبتليش 2 شعر حلوين. يا حبيبتي عندك حق، لا هكتب لك من عينيا، بس افتحي النور طيب عشان نشوف احنا بناكل ايه. ليه يا بيبي؟ هو انت بتنقي رز؟ هتبوظ المود ليه طيب؟ هو انا يعني هبوظ المود يعني عشان عايز اتعشى؟ طيب مش شايف انا باكل ايه؟ الله، افتحي النور ونبي يا معيم. معيمن؟ ماشي، حلوه ام معيمن برضه. طبعا حلو، ده احلى اسم. الله، افتح النور بقى يا رب. طيب تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلم. طب يا حبيبي، بمناسبة أيمن بقى، كنت محتاج منك شوية فلوس للبيت ده، حتى يعني مفيش أكل لأيمن. عايزك تلم ايدك شوية، مش كده يا مريم؟ وبعدين نراعي إمكانياتي، المفروض إن أنت تمشي أمورك على قد ظروفك، مش كده؟ طبعا يا حبيبي، وأنا بعمل كده على قد ما أقدر ومن غير ما تقول. ده أنا حتى يعني بقالي زمان ما اشتريتش حاجة لنفسي. أنا الفلوس اللي أنا عايزاها للبيت بس، أكلنا وشربنا يعني. حاضر حاضر، بكرة إن شاء الله أجيب لك. ماشي. معلش يا حبيبي، إحنا ابننا بيكبر، وكل ما يكبر هندخل مرحلة جديدة في حياتنا. أنا فعلاً داخلين على مرحلة جديدة، والسنة اللي فاتت أنا عارف إنها قد إيه كانت صعبة عليكي، يعني حمل وولادة وكده. الحمد لله عدت على خير، وأيمن دلوقتي واقف على رجليه زي الحديد، وحش. ايوه، البركه فيك، انت كنت واقف جنبي جدا بصراحه. اكتر حاجه بحبها فيك يا مريم انك بتقدري، بس في حاجات كتير قوي الفتره اللي فاتت انا كنت بفوتها وبعديها يعني عشان خاطر الظروف اللي انت كنت بتمر بيها. ودلوقتي يعني لازم نحسم شويه حاجات كده، في حاجات لازم ناخد موقف فيها. حاجات زي ايه يعني؟ مش فاهمه. أنا كنت عامل استثناء وسايبك تحتكي بولاد خالك وإيمان صاحبتك براحتك يعني، عشان يبقوا فين جنبك ويهونوا عليكي، لكن دول لازم يتحجموا دلوقتي، لازم يبعدوا عن حياتك. تاني يا آدم؟ تاني؟ أنا كنت فاكراك غيرت رأيك وعرفت إنك غلطان. أنت كنت بتتعامل معاهم كويس قوي الفترة اللي فاتت، إيه اللي حصل؟ أنا بتعامل معاهم كويس عشان مش عايز أعمل مشاكل، بجاري الجو يعني، لكن رأيي فيهم زي ما هو. دول بنات منحلة ماشيين على حل شعرهم. وديكي شايفه يا مريم، في واحده فيهم اتجوزت لحد دلوقتي ولا هيحصل. ليه بقى؟ ليه متخيله ليه؟ يا مريم الراجل مننا لما عاوز يتجوز، يتجوز واحده عفيفه، حافظه على نفسها. فاهمه؟ ادم كلامك ده مزعج قوي بالنسبه لي، وبيضايقني كمان. وبقول لك ايه؟ من الاخر يعني، اوعى تفتكر انك هتأثر عليا وتخليني اقطع علاقتي بصاحبتي ولا اي حد من عيلتي، انت فاهم؟ والكلام ده انا مش هقوله تاني، ماشي؟ نعم يا اختي. هو مين اللي همشي كلامه على التاني يا مريم، انا ولا انت؟ نزل ايدك يا ادم. مش هنزلها يا مريم، تتكلمي كويس معايا. نزل ايدك. تتكلمي معايا، تتكلمي باحترام. تركز معايا. ينفع كده يعني يا مريم؟ ينفع كده يا حبيبي؟ في زوجة بتحب جوزها تزقه بالطريقة دي؟ وبعدين اضطرتيني أعمل إيه؟ خرجت عن شعوري طبعاً وفقدت أعصابي، عشان ما ينفعش واحدة تضرب جوزها بالطريقة دي، مش كده ولا إيه؟ ما ينفعش برضه.
ده بجد؟ وكل الضرب اللي ضربته لي ده مريم؟ في مقولة لبرنارد شو بيقول: يستفزونك ويخرجون أسوأ ما فيك ثم يقولون هذا أنت. هذا ليس أنا يا عزيزي، هذا ما تريده أنت. والله يعني أنا عايزك تبهدلني وتزقني في الحيطة وتنزل فيها ضرب؟ لا، بس أنت تجاهلتي مشاعر الحب اللي بيننا وعلاقتنا كزوج وزوجة، حطيتيها في كفة، حطيتي علاقتك بالناس التانية في كفة، وبعدين بتزعقي وبتهددي وبتزقيني، كل ده عشان تقولي لي انت يا ادم مالكش سيطره عليا. مش بس كده، انت كمان بتقولي ان انا ممكن امد ايدي عليك واضربك، وبعدين انا بقى كراجل لما اجي اعمل رد فعل وارد على ده تقولي اهو انت اهو. مش ده اللي حصل؟ مش ده اللي حصل؟ سكت ليه؟ مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. مليون تقولي خلاص اتعلمنا الدرس وانا وانتي مش هعمل كده تاني، عشان انا ما يبقاش رد فعلي كده. مريم اللي حصل ده رد فعل غصب يا حبيبي. قولي بس مش هعمل كده تاني يا حبيبي، مش هعمل كده تاني يا حبيبي. انا اللي اعتذرت، حصلتي مدي ايده عليكي في علامات في جسمك وانتي ساكته. يا بنتي انا اللي جسمي حساس، اي لمسه منه بتبان فيه. والله لا، بصي بقى، من ساعه ما ايمن تم سنه وانتوا في ما بينكم مشاكل، وكل مره بيمد ايده عليكي. واضح قوي ان هو كان مستني السنه دي تخلص الحمل والرضاعه ويرجع تاني يتسلى عليكي. انا بجد مش مصدقاكي، يعني انتي جايه تسخنيني على جوزي؟ ايه بسخنك دي؟ هو انا عايزه اخرب بيتك مثلا؟ يا بنتي انا عايزه افوقك، انتي زي اختي. طب خلاص خلاص ما تكبريش الموضوع بقى، هو طبعه كده، هو عصبي شويتين، لما بيزعل ما بيشوفش قدامه وبعدها بيتضايق من نفسه وبيجي يقعد يصالحني، ده عيبه. وحد فينا خالي من العيوب يعني؟ عيبه؟ لا ده عيب بسيط قوي بصراحة. هو انت شايف ان ده عادي؟ لا مش عادي يعني، بس انا خلاص اتعودت يعني، ما اتعودتش قوي يعني، بس اعمل ايه؟ اللي بيحب حد يعني لازم يتقبل عيوبه. لا، اللي بيحب حد بيحترمه وبيحافظ عليه، ده بتاعة الشعر والرومانسيات. طيب بقولك ايه، انا هقوم اداري البتاعة دي، لو جت ماما ما تقولي لهاش حاجة. ماشي ايمان، اوعي. ما هو في الاخر ده جوزي وابو ابني، وبصراحة يعني رغم كل حاجة بتحصل ما بيننا انا لسه بحبه. بقولك ايه، دي تلاقيها ماما باين حاجة؟ لا. طب وعد قولي حاجة، ها؟ مش خاطري. اهلا. فيك يا مريومة؟ الحمد لله حبيبتي. زيك يا الحمد لله، اتفضلي. ايمان هنا. فيك يا ايمي. زي حضرتك. فيك يا روحي. فيك يا حبيبتي. انا اسفة بقيت انت مضطرة امشي قبل ما ادم يجي ويتضايق. ده ايه الكلام ده يا امان؟ ايه هو الكلام ده؟ مش صح يا مريم ولا ايه؟ يلا عامه ربنا يهديه. باي باي يا طنط. مع السلامه حبيبتي. استغفر الله العظيم يا رب. والله عيب عليه. على فكره انا جايلك عشان اتكلم مع جوزك، اتكلم معاه في موضوع ولاد خالك. 3 اشهر يا بنتي، 3 اشهر لا بتزوروا بعض ولا بتشوفوا بعض وتتحججي وتعتذري، وايه الحكايه؟ موضوع بقى مش موضوع ايمان زي ما قلتي لي. يا ماما لو سمحتي، لو سمحتي، انا مش عايزه حد يخرب عليا حياتي، ولا عايزه حد يتدخل ما بيني وما بين جوزي. انا لو خسرت ادم مفيش حد فيكم هينفعني. يا سلام، للدرجات يسيطر عليكي ولغى شخصيتك؟ للاسف يا مريم، لا انت بنتي اللي ربيتها ولا كبرتها. يا ماما الموضوع مش كده خالص، والله ما كده. ادم كويس معايا طول ما انا ما بغلطش. المشاكل مش بتبتدي غير لما نعمل حاجة هو مش موافق عليها. قلتيلي، إيه بقى الحاجة اللي هو مش موافق عليها؟
انك تقطعي صلة الرحم بينك وبين ولاد خالك، انك ما تشوفيهمش ولا يشوفوكي. هو ده الراجل المتدين اللي اجبرك على الحجاب؟ عالم بكره يقول لك يا انا يا امك، وعليكي تختاري. مش هقعد، مش هقعد ولا دقيقه واحده في البيت ده، ولا اسمع الكلام الزفت اللي انت بتقوليه ده. مريم، لاول والاخر مره بقول لك، لو ما عرفتيش جوزك امتي وقيمه عيلتك وقيمه ولاد خالك، لا انا امك ولا اعرفك. يا ماما ليه كده بس؟ ليه كده بس؟ يعني انت اللي بتضغطي عليا؟ يعني انا بعمل كل اللي انا بعمله وبحاول ارضيه عشان اغير وجهه نظره، تقوم انت كمان مصعباها عليا؟ مريم يا حبيبتي افهميني، انا مش بصعبها عليكي، انا بس بحذرك الا قطعي صله الرحم. اقعدي عشان خاطر. مش هقعد، ولو قعدت هقعد على شرط واحد، لو جه جوزك هفاتحه في موضوع بنات خالك. ها؟ اقعد ولا امشي؟ يلا افتكر انت على الله بقى، عشان المقابله الجايه دي كواليتي تانية خالص. ماشي خالص، اتحكت من جارتي دلوقتي. والله يا عم كواليتي، ما انا ماشي الا لما تقول لي على التيتا هي ايه. انا لو قلت لك مش هتصدق، انت قاعد بتجيب لي اغاني هالس وبتاع، مش هتفهم انا بتكلم معاك في ايه. ما انت عارف اللي يفرحك يفرحني واللي يكبرك يكبرني. قول بقى. ليا اغنيه نازله مع كريم شاكر يا سيدي. كريم شاكر؟ كريم شاكر؟ انا قلت لك مش هتصدق يا سيدي، الراجل سمع مني وكتبت له الاغنيه، والاغنيه اتسجلت اول امبارح كمان. شفت بقى، انا قلت لك ربنا هيفتحها عليك ويكبرك ازاي. ماشي يا عم قشط، انطر بقى. انطر؟ ماشي هنطر، خليك فاكرها هنا يا رب من كرداسه. روح روح. استاذ منظور اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل. ازاي؟ ايه يا فنان عامل ايه؟ انا الحمد لله، انت اللي طمني. كله تمام؟ انا تمام زي الفل. ايه بقى الاغنيه اتسجلت وكله تمام الحمد لله؟ طبعا الاغنيه اتسجلت وان شاء الله نازله في الالبوم. طيب هد ان شاء الله. هد؟ لا انت ايه، انت اول ما تشطح هتنطح كده على طول، دي بدايه. المهم انها نازله في الالبوم. يا سيد منظور انا شاعر قديم برضه. وماله يا حبيبي، على عيني وعلى راسي، بس برضه انت اول مره تنزل لك اغنيه مع نجم كبير، وده طبعا مش اي نجم، ده كريم شاكر. طبعا الحمد لله. تعرف ان انا صوتي حلو برضه؟ مريم مريم أيمن لسه نايم بالراحة. أيمن ده وش الساعة ده عليه. طب أنا حضرت لك العشاء وحضرت لك الحمام. مش خبر الحمام بالعشاء بتاع، أنا عندي ليك خبر عظيم. إيه قول. أنتِ أولاً مش بتحبي كريم شاكر؟ آه طبعاً بحبه قوي. طب مش هتحبي أكتر لو عرفتي إن هو هيغني أغنية كلمات الشاعر آدم عبد الحميد؟ إيه ده بجد؟ بجد جداً. أنت اتفقت معاه على أغنية؟ اتفقت إيه؟ أنا اتفقت، والأغنية اتسجلت واتحطت في السي دي، والسي دي نازل كمان كام يوم. ايه ده، ما قلتليش كل الكلام ده من زمان؟ عليك مفاجأة بس حبيبي. ألف 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 مبروك، دي أحلى حاجة سمعتها. شفتي بقى، شفتي بقى ربنا بيفتح علينا ازاي ويكرمنا لما انت تلتزمي بحجابك وتبعدي عن الناس اياهم دول. شفتي مريم، البيت اللي فيه ست ملتزمة ربنا بيطرح فيه البركة. الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. اللهم تقبلك واتوب إليك يا رب. استغفرك واتوب إليك يا رب. استغفرك واتوب إليك يا رب. استغفرك واتوب إليك يا رب. الحمد لله رب العالمين. حرم كمان. خلاص بقى، خلاص بقى، ما تزعليش. لا زعلانة يا مريم، زعلانة فعلا. طب ولو قلت لك اني لا عارفة انام ولا عارفة افرح بسبب زعلك ده؟ تفرحي بايه بقى؟ ما انا جاية وجايبة لك خبر حلو بخصوص ادم. خبر ايه بقى اللي يفرح قوي ده؟ خلاص اعترف ان احنا عيلة محترمة. يو بقى يا ماما، ما خلاص بقى، ادم نازل له اغنية في شريط كريم شاكر الجديد. مبروك. بس ما انا كنت فاكراك هتفرحي له اكتر من كده.
والله يا بنتي كان نفسي افرح له وافرح له من قلبي. نفسي جوز بنتي ده يبقى ابني التاني. بس للاسف جوزك ده مش نازل لي منظور من اول يوم شفته فيه ولا مش طايقه. معرفش بقى اكيد العيب فيا. الدرجه دي يا ماما مش طايقه؟ طب ليه كده بس؟ ربنا يهدي الحال يا بنتي. استني دقيقه واحده. خذي يا مريم. امبارح كنت جايبه لك فلوس وانا جايه لك، بس لولا الحوار اللي حصل ده نساني وقفت انسى كمان النهارده. اتفضلي. ربنا يخليك ليا يا ماما، بس مش هوصيكي. اوعي ادم يعرف حاجه. ماشي؟ لا ما انا خلاص انا حافظه ومش فاهمه. الكلمتين دول انت بتقوليهم لي دايما على طول وانا حافظاهم. عشان تعرفي يا بنتي ان احنا بنحافظ على الاسرار، نبقى احنا عيله محترمه، صح ولا لا؟ شوفي مين يا سامر. حاضر يا مدام. اهلا وسهلا. ازيك يا مدام الهام؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. اهلا اهلا يا الهام. ازيك يا الهام؟ ازيك؟ عامله ايه؟ وحشاني. وحشاني. ازيك يا روحي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. أهلا يا مريم. واضح انكم زعلانين مني جدا، بس والله انتوا مش فاهمين حاجه. الموضوع يا حبيبتي ولا عايزين نفهم. معلش يا اعتماد، هنبقى نجيلك وقت تاني يا حبيبتي. ايه ده؟ اقعدي لا لا لا، مش للدرجه دي. لا معلش، احسن جوزها يجي يطب ولا حاجه ويلاقيها قاعده مع ناس مش متربيين زينا، تبقى مشكله. لا ايه الكلام ده يا طنط؟ والله انتوا مش فاهمين حاجه. طب اقعدي بس ونفهمك الموضوع. مش عايزه. يلا. لا لا استني، خليكي يا لهام. خلاص انا كده كده ماشيه. يلا ماما اشوفك. اكلمك في التليفون. سلام. مع السلامه. معلش معلش حبيبي، موقفك صح، لازم تفوق وتعرف الغلط اللي هي بتعمله. على عيني خارجه كده مكسوره. على عيني. اقعدي يا الهام. استغفرك يا ربي واتوب اليك. السلام عليكم. ايه في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ لا مفيش حاجه. ما بتعيطي ليه طيب؟ ولا حاجة يا آدم، عادي. أبويا وحشني، افتكرته. أبوكي وحشك؟ طب وأنا إيه يعني، شفاف مثلا؟ وأنت إيه علاقتك بالموضوع يا آدم؟ أنا بقول لك أبويا وحشني. أنا حاجة غريبة برضه. يعني أنا جاي أحتفل معاكي وجاي بدري، ألاقيكي قلبة وشك كده وتقولي لي أبوكي ومعيطة. يعني إيه؟ معلش، العياط مش بمواعيد. تلاقي بقى ولا أبوكي ولا حاجة. تلاقي واحدة من ولاد خالك نكدوا عليك. هي عيلة غريبة أساسا. هو في إيه يا آدم؟ إيه الأسلوب ده؟ بطل تتكلم عن عيلتي بالطريقة دي. أنا بنت ناس ومتربية، مش جايبني من الشارع. أنت كل دي حاجة تقولي لي بنت ناس بنت ناس؟ فلقتيني بالموضوع ده. أمال أنا إيه يعني؟ ولعلمك بقى، أي واحدة من عيلتي دي تتمنى واحد زيي. أنت فاهمة الكلام ده ولا مش فاهماه؟ أنت إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنت مصر تضايقني بس. أنت إيه سن ست النكدية؟ أنا جاي أحتفل معاكي وجايب إزازتين بيرة وقلت هنقضي ليلة لطيفة. الاقيكي قلب وشك يا مريم. بيرة؟ ايه التناقض اللي انت فيه ده؟ منين حجبتني وانت ما بتركعهاش اصلا؟ منين بتتكلم على البيت اللي فيه بركه وانت داخل عليا بازازتين خمره؟ ده مش بس كده، ده انت خليتني اقطع علاقتي باهلي، يعني اقطع صله رحم. انت ازاي كده؟ عايز تعرف انا كنت بعيط ليه يا ادم؟ انا كنت بعيط عشان خسرانه اهلي بسببك. ارتحت؟ خلصتي كل اللي عندك؟ قلتي كل حاجه؟ بصي يا حبيبتي، لما تفوقي شوفي عايزه تخسري مين، اهلك ولا جوزك وابنك.
يا ساتر يا رب، هي وصلت المكتب لسه ما خلصتش. طب بذمتك في ستة محترمة وبنت ناس تقابل جوزها بالمنظر ده برضه؟ ترديش يعني؟ اديري وشك بقى بدل ما اديرهولك. ها؟ من فضلك يا آدم اتكلم كويس. قسما عظما يا مريم، إما اتعدلتي أكون مطلقك واخد منك الواد وخليك تلف حوالين نفسك. سيب دراعي. سمعت أنا قلت إيه؟ سيب دراعي. استغفر الله العظيم يا رب. ليه كده بس؟ كل كام يوم تستفزيني وبعدين ترجعي تزعلي. عندك حق. أنا فعلا اللي غلطانة. شوفي مين قبل ما تفتحي. مين؟ أنا عمر. عمر أهلاً يا حبيبي، تعالي. إزيك يا مريم؟ إزيك يا حبيبي. إزيك يا آدم؟ إزيك يا عمر، عامل إيه؟ اتفضل. شكراً. طب ثواني يا حبيبي. لا لا يا مريم، أنا نازل على طول. مش طبعا. إيه يا عمر خير؟ مالك داخل عليا ومتخن صوتك كده؟ متخن صوتي؟ إيه متخن صوتي؟ يعني دخلتك وهيئتك كده بتقول يعني إن أنت جاي مش في خير، في خير. حلو أوي الكلام. أنت كده أثرت عليا الموضوع. هو فعلا اللي بيحصل ده مش خير، واللي انا بكتشفه في الطريق بيبان انه مش خير خالص. ايه بتقول ان انا قصرت عليك الموضوع ولسه بتطول؟ طب ما تجيب من الاخر. في يا جماعه، ما تصلوا على النبي، انتوا بتتكلموا مع بعض كده ليه؟ تلاقيش يا مريم، الموضوع بسيط. الموضوع ان انا بتصل بادم بيه من امبارح علشان افهم منه هو منعك عن اهلك ليه، لكن البي ما بيردش. فاضطريت ان انا اروح له الشركه اللي هو بيشتغل فيها، شركه طلمبات الميه اللي اسمها شركه وادي النيل. مش اسمها كده برضو؟ اسمها كده. ايه في ايه؟ مالها؟ في ان انت كذاب وما بتشتغلش في الشركه دي وعمرك ما اشتغلت فيها، انت نصاب. لا يا ادم، انت ايه؟ ادم لا يا ادم، هو من وشي. تعال هو من وشي. يا ادم سيبه يا ادم. يا عمر يا جماعه حرام عليكم. لا يا ادم بنروح البيت يا عمر. طب انا بسيط. هيموتوا بعض. يا نهار ابيض. ايه ده؟ ايه ده؟ عيب كده يا ادم. عيب ايه اللي بيحصل ده؟ انت شعورك ايه يا شبحتجيه؟ الله يا بيتهم. لا كمل، ما توريني بس بقى. عيب كده، عيب اللي انتوا بتعملوه ده. الله، انا ما رمتكش على كده ابدا، وانت كمان ما تربيش بالشكل ده. انتوا راسيني في عيل صغير نايم جوه ورا واقفه وسطكم. احترموا سني على الاقل. مريم، في ايه اللي حصل؟ بيجي يضربني في بيتي. بس بقى احترمني يا اخي شويه. الله، مريم خش جوه لابنك. ما ينفعش يا بنتي، ما تبصيليش كده وخش لابنك عشان خاطر انا. يلا اتفضلوا اقعدوا، اقعد عشان نتفاهم. قول لي يا عمر، هو صحيح انت جيت هنا عشان تضرب ادم؟ ايه اللي وصل الموضوع لكده؟ اولا انا اسف جدا لحضرتك على المنظر ده، بس عايز اقول لك ان هو اللي ابتدى. انا جيت النهارده عشان سببين. اول سبب عشان افهم من الاستاذ ادم هو منع اختي ان هي تزور اهلها ليه. السبب الثاني بقى واللي انا اكتشفته النهارده، ان جوز اختي ابن حضرتك اللي كان مفهمنا ان هو شغال في شركه وادي النيل كذاب، وعمره ما اشتغل في الشركه دي اساسا. انا رحت هناك النهارده وسالت بنفسي. طب ايه يا ماما، افضل ساكت كده ولا اتكلم؟ انا ساكت عشان خاطرك بس. ده يا ابني ما يستدعيش ان انتوا تمسكوا في بعض وتمد ايدك كمان عليه. ما هو اللي بدا حضرتك. يعني واحد بيتهجم عليا في بيتي وبيشتمني بيقول عليا نصاب، اعمل له ايه يا ماما؟ اديله رز بلبن؟ ولما ساعدتك تدخل بيوت الناس وتتقدم على ان انت موظف في الشركه ويطلع كل الكلام ده كذب مش حقيقي، تبقى نصاب ولا لا؟ يبقى انا ما غلطتش. وحياه الغاليين عندكم، وحياه الغاليين، وغلاوتي عندك يا ادم. اهدى يا اخويا في الكلام، انا مش عايز الكلام يرجع تاني وتمسكوا في بعض. نحصل والله العظيم امشي وما عتبلكش بيتك ده تاني. حاضر يا ماما، حاضر. اتفضل رد عليه. انا وقت ما اتقدمت لمريم كنت شغال فعلا في شركه اسمها وادي النيل المصريه، اسمها كده. وبعدين الشركه دي قفلت وانت عارفه الحكايه دي يا ماما، وما رضيتش اقول بقى لمريم ولا لاي حد خالص عشان مريم كانت حامل، وما رضيتش اشيلها هم اكتر من اللي هي شايلاه. اجرمت انا كده؟ يعني انا رحت سالت في شركه وادي النيل بس، لكن انت كنت شغال في شركه وادي النيل المصريه اللي قفلت طبعا. وسبحان الله يطلعوا الاثنين بيشتغلوا في طلمبات الميه. ما عرفتكش انا كده بقى، والله العظيم ما عرفتك.
انت يا ابني التاليف اللي على الهوا ده، انت مش طبيعي. ما انت فعلا بتاع كلام. ها عايزين اسكت له؟ لا يا ابني، بص يا عمر، الكلام اللي قاله ادم دوت لا تصدقه ولا تكذبه يا ابني الا بدليل. انا بقى كل اللي يهمني في الليله دي كلها الموضوع التاني، هو ده اللي عندي اهم. على راسي يا حاج، بس عايز اقول لك برضه ان الكلام اللي هو بيقوله ده ما يدخلش دماغ حد. بس خلينا في المهم. ايوه خلينا بقى في المهم. انت باعد مراتك عن اهلها يا ادم؟ ايوه. لا يا ابني غلط. غلط يا حبيبي، ما يصحش. انت برضه ترضى لاختك كده؟ ايوه يا ماما، لو انا بعمل فيها اللي هم بيعملوه كنت هدي عذر لجوزها انه يبعدها عننا. وانا من حق يا ماما ان مراتي تمشي على عاداتنا وتقاليدنا واسلوب حياتنا. انت مش عارف هما بيعملوا فيها ايه؟ بيتريقوا على لبسها وحجابها. غلطان انا كده؟ اه غلطان. ايه يا ماما الكلام انت بتقولي ده؟ ايوه غلطان يا ابني، وانت عارفني انا في الحق ماليش زي خالص. اولا انت ما ينفعش تقول الكلام اللي انت قلته ده، لان انت لما جيت تتجوز اختي ما خدتهاش من كباريه. ثانيا بقى حضرتك قلت كلمه الحق دلوقتي، وانا هسيبك تتصرفي معاه، يا اما احنا هنضطر ان احنا نتصرف بطريقتنا. شكرا لحضرتك. بعد اذنك. استنى بس يا عمر نتفاهم يا ابني. كل اللي حصل ده كوم، وانك تمنع مراتك عن اهلها كوم تاني. هي دي الاصول يا ابن الاصول. يا ماما اقول لها نعيده هنزيده؟ انا بقول لك بيعصوها عليا، عايزينها تبقى زيهم تمشي على حل شعرها، وانت بتلوميني ان انا بحجب مراتي وعايزه تمسك في حجابها. يا ابني انا ما قلتش الكلام ده خالص، بس دي صله الرحم. صله الرحم يا ابني ما تقطعهاش. يا ماما انا كده وهي ما اشتكتش لحد، عشان هي عارفه هما بيعملوا ايه. وانت كلامك طبعا على عيني وعلى راسي، لكن انا في الاخر هعمل اللي انا شايفه صح. انت حر يا ابني. لا ده زودها قوي الصايع ده، ازاي يمد ايده عليك وانت ازاي تسكت له؟ ما سكتلوش طبعا. ايه عملت له ايه يعني؟ اديته على دماغه طبعا، يعني انا هسيبه يضربني واسكت له؟ ضربه في قلبه. استغفر الله العظيم، انا كنت دايما بقول يا رب عندي جوز بنت كده زي ابني، لكن لا الولد ده ما ينفعش، الولد ده لازم يطلق بنتي. أنا معرفش عالمة كان فين لما سبناها تتجوز الواد النصاب ده. على يدك يا عمر، يا ما قلت ويا ما عدت. ده أنا ريقي نشف، مفيش فايدة في العند بتاعها والمكابرة. لكن توصل إنه يمد إيده عليك، أمال هي بقى بيعمل فيها إيه؟ يا ماما ده وإحنا بنتخانق مع بعض زقها زقة جامدة جدا. أنا استغربت إن هي ما عملتش أي رد فعل يبين إن هي اتضايقت، استغربت، زي ما يكون متعودة على كده دايما. يا نهار أسود، يعني ممكن الواد الصايع ده يكون بيضربها؟ انا ما استبعدش اي حاجه عن الحقير ده، يا ريتها ما كانت خلفت مني. خلاص بقى وقت الكلام ده عدى، بعد ما جابت ايمن ربنا يخليه ويحميه. وانا بتكلم عشان ايمن، انا مش مبسوط ان انا ابن اختي يبقى ده ابوه. ما كنتش عايزه يطلع في عيله مفككه، بس احنا برضو اللي غلطانين من الاول. يا ريتنا كنا سالنا عليه، ما كانش كل القرف ده حصل. مريم، مريم، نعم. أيمن فين؟ نام. أنت يعني حبس نفسك في الأوضة من الصبح كده؟ عادي. طب ممكن لو سمحتي تقعدي نقول كلمتين؟ انتي ايه رأيك في اللي حصل النهارده؟ زفت. من اول اخويا اللي مديت ايدك عليه، الشركة الوهمية اللي انت شغال فيها، رفدحتي في العمارة وانا بصوت زي الهبلة، زفت، كله زفت يا ادم. انا مش فاهم انتوا ليه شغلكم، انا بشتغل ايه وما بشتغلش ايه؟ مش مهم ان انا مكفي بيتي وخلاص ولا لا؟ ما هو مش انا الست اللي تاخد فلوس من جوزها وهي مش عارفة جايبها منين؟ انا مش سارقهم يا مريم. المهم ان انت لما بتعوزي حاجة بتلاقيها، صح؟ لا مش صح يا ادم، انا بعوزه ما بلاقيش. انت فاكر اننا من اول الجواز واحنا ماشيين البيت بالمصروف ده؟ انت حاسبها ازاي؟ انا كل شهر باخد فلوس من ماما،
مصاريف الأدوية والدكاترة والبامبرز والأكل والشرب والتطعيمات، كل ده منين؟ أنت فاكر الفلوس اللي بتديها لي مكفية كل ده؟ وفي الآخر تقول لي بتعوزي وما بتلاقيش؟ آه يا آدم، وكتير قوي. أنا كل ده فاكراك عارف. أنت إزاي ما تقوليليش حاجة زي كده من بدري؟ عشان ما أحرجكش. بقول مرتبه على قده هيعمل إيه؟ حرام عليك يا آدم، حرام عليك، حس بيا شوية. آدم لو ناوي تضرب لو سمحت بلاش. وأنا كمان بحبك. عارفة حبيبتي، طول ما أهلك بعيد عننا حياتنا هتبقى هادية وجميلة، مش كده؟ بس دول أهلي يا آدم. يا مريم أنا أهلك، أنا أبوكي وأمك وأخوك وكل حاجة، صح؟ صح ولا لأ؟ بس أنا عايز أعرف حقيقة موضوع شغلك، أنت فعلا كذبت عليا؟ يا مريم أنا عملت كده عشان بحبك ومش عايزك تضيع مني. أنا لو كنت قلت لك وقلت لأهلك في الأول إن أنا شاعر وبس كنتوش هتقبلوني، صح؟ أنا كنت هقبلك وأنت عارف كده كويس. سامحيني بقى، أنا آسف. أنت لازم تعرفي إن أنا شاعر بس ما أعرفش أعمل حاجة غير إن أنا أكتب، بس بحاول أعمل كل اللي أقدر أعمله عشان ما أقصرش معاكي ما أقصرش مع البيت. بس أنتي أرجوكي ما تاخديش فلوس من مامتك تاني. طيب بس لو اتزنقنا هنعمل إيه؟ مش هنتزني إن شاء الله. أنا حاسس إن الدنيا تفتح معايا، بس كمان بعد الأغنية بتاعت كريم شكل دي ما تنزل هتشوف اللي هيحصل. أنا متفائل جدا، بس انتي وعديني انك انتي ما تعمليش كده تاني. حاضر حبيبي. انتي عارفه الاغنيه نازله بكره صح؟ ده بجد؟ اه. مبروك. انا حتى اديت فلوس لمصر البواب عشان اول حاجه اعملها الصبح يجيب سيدهيا ويجي. طب ما قلتليش بقى الاغنيه اسمها ايه؟ اسمها نسيت دلالك. ايه؟ نسيت دلال مين بقى ان شاء الله؟ سيدة أي كلام، سيدة أكيد مش أنت يعني يا مريم، أنا بلوت في كل حاجة فيك. إيه ده يا متخلف أنت؟ إيه اللي أنت جايبه ده؟ طب غور غور أنا هتصرف. في ايه يا ادم؟ ايه الموضوع؟ متخلف ده جايب لي سيدهيه مضروبه عشان يضرب 20 جنيه، حاجه معفنه. طب انت عرفت منين انها مضروبه؟ عرفت لان اغنيتي مش فيها. وريني كده. بس دي شكلها مش مضروب. بص الغلاف عامل ازاي؟ شكلها نضيف قوي. انت خبيره يعني؟ مش قصدي يا ادم، بس يمكن يا حبيبي. لا يعني ولا يمكن، بلا بتاع بلا زفت، مضروبه ومعفنه. طيب يا حبيبي. ممكن تهدى؟ انزلنا على المغرب تماما. الو، صباح الخير يا استاذ منظور. صباح النور يا ادم. ايه الالبوم نزل ان شاء الله؟ اه نزل، بس معلش بقى الاغنيه بتاعتك مش معانا المره دي. معانا المره دي ازاي يعني؟ مش معانا ليه؟ معلش بقى يا ادم، النجم شادنا مش ماشيه مع مود الالبوم. اتشالت على اخر لحظه والله. انا ما يتقاليش ليه يعني، عملها لي مفاجاه. انا اللي نازل اسيح في كل حته وكاتب على الفيس وفي المركز الثقافي، ايه القرف ده؟ هتتكلم عادل يا ابني انت؟ هو برضه اللي اتعامل معايا ده مش صح ولا ايه؟ الو ادم،
حبيبي ما تعرفش الخير فين، يمكن ده يكون احسن ليك. وانت بقى ام العريف عارفه الخير فين؟ بعدي عني يا مريم دلوقتي ساعدي، بعدي عني دلوقتي، بعدي عني وتقشر. بيبي صدقني والله هتتعوض، هما الخسرانين. هما الخسرانين؟ اه. انت نبر لي فيها، انا غلطان اصلا ما انا قلت لك. طبعا قلت لامك، امك قالت لاولاد خالتك وقالوا لامهم اللي هيزبونا، انتوا اصلا عيله فقر، عيله فقر. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ايه دخلي انا وعيلتي باي فشل ليك؟ فشل؟ ايه ده؟ فشل ايه؟ انت اللي فشل يا حيوان؟ ما تتكلمش معايا كده يا حيوان. وشيك وشيك بزغل وشيك ما تتكلمش معايا كده. ايه ده؟ انا المتخلف؟ انت المتخلفه وفشل؟ كده بس انت بتتكلمي، قصرت كذا مره، قصرت كذا مره. انت يا حيوان المتخلفه وانت طول عمرك فشل. مش تحت امرك يا مريم. كنت اخويا ايوه يا ايمان، انت فين؟ تعالي لي ضروري، انا عايزه اشوفك. لا 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 هو مش هنا. هارد لك يا عم الشعر والفنانين، زعلان كده ليه؟ طب انا اقول لك على حاجه بسيطه، عارف ميسي بتاع الكوره؟ ساعات تلاقي صحته مساعداه في الملاعب وعمال يجري يمين وشمال وهوبا يقوم شايط الكوره، الناس تفكر انها جون تطلع في الاوت. مالك شايل طاجن ستك كده ليه؟ عديها. انا كاتب لهم اغنيه شربيني احسن من اي حاجه من اللي كتبت في الالبوم. سمعت الالبوم عامل ازاي؟ حاشا وماشا، انا ما بسمعش الاغاني ديت، دي بتاعت الفرافير، انت عارف مزاجي كويس في السمع. وبعدين احمد ربنا ان الاغنيه دي بالذات ما نزلتش في الالبوم ده، لو كانت نزلت كانت اخذتك في سكه ثانيه. اه كنت هتلاقي عمرو دياب بيكلمك وشيرين بيكلمك وحماقي بيكلمك واستوديوهات وحجوزات بقى وايه ومرمطه فاضيه وانت ما انتش فاضي للكلام ده. اسمع عايز. كلامي انا شربيني عايش ازاي بس؟ شوف انا عايزك تستعمل كل اسلحتك الفتاكه، ده انت الموزس بتموت فيك، ده انت جام. قصدك جان يعني؟ ايوه ربنا جان. بص انت رومانسي وحنين وكلامانجي وكل المزز بتتمناك. قصدك ايه يعني يا شربو؟ عايز ايه بصراحه؟ الست بوسي حط عينها عليك، عايزه تحب وتتحب، وانت كلامانجي وحنين، مش بعيد تعمل لك شريط وتعمل لك فيهم اغنيتين جايز تغنيهم، يعني هتنتج لك من الاخر. يا شربيني انت عايزه تصرف عليا يعني؟ انت عبيط ولا مسطل ولا ايه؟ لا هتنتج هي، وانت هتفيد وهي هتستفيد، ده هي حط عين على البيزنس. امال سيبك من الكلام الهايف وخليك في المصلحة، حط عينك على المصلحة واركب عليها يا صاحبي، وانا اللي هفهمك. مريم انت لازم تطلقي منه، ده مفيش فايدة فيه. يا ايمان انت لو شفتيه امبارح كان بيعمل معايا ايه ما كنتيش هتقولي الكلام ده. انت مش فاهمة، هو لما بيبقى في حالته كده ورايق، تعالي شوفيه بيتعامل معايا ازاي. بيبقى حد تاني، بيبقى الشخص اللي انا اتمنيته طول حياتي. عشان كده بقى لما بيقلب عليا ببقى عارفه استحمله. حبه ليا ومشاعره بتخليني اعديله اي حاجه تانيه، وده عندي اهم من اي حاجه. طب وطالما هو كده هو انت جايباني ليه؟ يعني بتشتكي لي ليه؟ هو انت بتغني وتردي على نفسك يا مريم؟ يا بنتي انا محتاجه افكر بصوت عالي، عايزه حد يقعد معايا افضفض معاه. بس بصراحه يعني وانا بحكي لك حسيت ان حب ادم ده لو ضاع مني انا مش هعرف الاقيه تاني. عبيطه انا صح؟ عبيطه؟ لا هو انت متخلفه عقليا. على فكره انا متغاظه منك جدا بجد، انا مش عارفه المفروض اقول لك ايه ولا ما اقولش ايه، مش عارفه. يعني ايه قولي؟ تقصدي ايه؟ اقصد يعني ان اللي بيحب حد مش بيخونه. يخونه؟ لا وضحي كلامك اكتر، انا مش فاهمه انت تقصدي ايه بالكلام ده.
ما تلعبيش بأعصابي بقى، قولي. بصي يا مريم، انا لما شفت ادم زمان قلت لك عليه انه قمر بس مش شبهنا، وحذرتك اكتر من مره بس انت برضه مفيش فايده، لحد ما حصل موقف غريب انا اول مره احكي لك عنه. لما كنت حامل في الشهر الثالث وكانت حالتك صعبه قوي. هاي شكرا. بس كده بقول لك فوقك النهارده ان شاء الله. بقولك ايه بقى، انت فوقك انت ملوش الظهر. يلا بقى انا همشي عشان كمان لسه هسلم على حد. باي باي. اهلا، ازيك يا ايمان، عامله ايه؟ ازيك يا استاذ، هربان مراتك ولا ايه؟ اتفضلي. طيب اقعدي اقعدي، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام. كنت هنا ببص على معرض رسم وعندي قرايه فاتحه بتاعت قريبتي. عشان كده لابسه حته زفه يعني وبتاع. خالص والله، ده انا حتى حاولت ابقى سامبل على قد ما قدرت، بس تقريبا يعني شكلي النهارده عامل قلق. مش فاهمه الناس يعني فجاه عايزه اقول لهم انتوا اكتشفتوا ان انا بقيت حلوه ولا ايه؟ انت طول عمرك قمر يعني. ميرسي يا ايمان. قولي صحيح، مريم اخبارها ايه واخبار حملها ايه؟ والله تعبانه يعني، مش لطيفه معايا شويه بس انا مقدر طبعا. برافو عليك. بص، هو اول 3 شهور حمل دول صعبين قوي بصراحه، ده اللي انا بسمعه يعني من الناس. والله مش عارف. هو انت يا امان ازاي كنت ما اتجوزتيش يعني؟ ام رجاله عامله عادي يعني يا ادم، عادي مش مشكله يعني. عارفه ايمان، من اول ما شفتك وانا شايف ان في بيننا حاجات كتير يعني مشتركه وكده، يمكن حتى اكتر من الحاجات اللي بيني وبين مريم. نصيب بقى، حظي وحش. الكلام ده يا ادم، حظك ايه الوحش؟ اللي انا عارفاه يعني ان انت ومريم اتجوزتوا بسرعه عشان متفقين في حاجات كتير. الحمد لله، كنت فاكره برضه في الاول، بس بعد شويه لقيت ان احنا الاختلافات اللي بيننا اكتر، عشان كده يعني في حد تاني هو اللي في دماغي. وانت تعرف حد على مريم يا ادم؟ لا لا، بس بصراحه في حد انا معجب بيه، نفسي اقول له مشاعري تجاهه يعني، نفسي نبقى اصحاب، بس نفسي الاقي حد اتكلم معاه اقول الحاجات اللي انا مش بقولها لمريم، مش اكتر من كده يعني. مش عارفه يا ادم، بس هو اللي انت بتقوله ده مش صح خالص، وما اعتقدش يعني ان مريم لو عرفت حاجه زي دي ممكن توافق باي علاقه بينك انت واي واحده تانية. عادة انت فاهم. انا ايوه، انت الشخصيه اللي بتكلم عليها، كل اللي بقوله، بس انا محتاج حد اتكلم معاه، حد زيك، حد اعرف افتح له قلبي من غير ما حد يعرف اللي بيننا. هو في ايه يا ادم؟ هو انت اتجننت ولا ايه؟ هو انت ازاي تتكلم معايا كده؟ والله العظيم يا ادم، لو الموضوع ده اتفتح تاني لاقول لمريم وتتعامل معايا باحترام بعد كده. انت ما تعرفنيش من الشارع يا ادم. انا اسف، انا اسمعيني بس، انا اسف، انا مش عارف انا بقول ايه اساسا. انا كنت قاعد مع واحد واداني نفسين، انا اصلا ما بشربش فتقريبا بهلفط في الكلام، فارجوكي انسي اللي انا قلته واعتبريه ما حصل. ارجوكي اعتبري اللي حصل ده يعني حصل بينا وما تقوليش لحد. معلش. هو انت بتقولي ايه؟ مستحيل الكلام ده. قصدك ان ادم كان بيحاول معاك؟ بس ادم مش بيطيقك اصلا. طب هو انت ما سالتيش نفسك هو ليه مش بيطيقك؟ ايوه، عشان لبسك وستايلك. على اساس يعني ان انا بمشي في الشارع بقميص نوم؟ لا يا ايمان، بس مستحيل الكلام ده. تحلفي على اللي انت بتقوليه؟ لا طب بجد مش مصدقاكي. هو انت بتكدبيني انا يا مريم؟ ده لو ساحر لك انا غلطانه اصلا، انا بجد غلطانه. انت لسه صاحيه؟ زي ما انت شايف. وانت عندنا ضيوف ولا ايه؟ انا شايف اطباق ومعالم وحاجات. اه كان فيه مين يعني؟ ايمان. وانا مش قلت 100 مره تقطعي علاقتك بالبنت دي؟
ويا ترى عايز نقطع علاقتي بيها ليه؟ عشان لبسها ولا عشان كانت عاجباك؟ كانت عجباني؟ جايبه منين الكلام الفارغ ده؟ تنكر انك كنت بتحاول معاها وانا حامل؟ بحاول ايه يا مريم؟ وانا كنت في ايه ولا في ايه؟ وانا اصلا انا شفتها فعلا مره واحده في الكافيه بتاع المركز الثقافي، وهي جت تحكها وانا بعتها عني وسلام سلام وخلص الموضوع، بس انها عجباني وبتاع، ايه الكلام الفارغ ده؟ نعم، يعني هي بتتبلى عليك؟ طب يا مريم بذمتك مين اكتر حد بيسخنك عليا؟ مش ايمان دي اللي انت قلتي لي في الاول انها كانت معجبه بيا؟ دي عايزه تخرب علينا، شوفي كل تصرفاتها بتقول كده، صح ولا مش صح؟ دي عايزه توقع بينا يا مريم والله. وبعدين اليوم ده تحديدا اللي هي بتتكلم عليه قربت مني فعلا، وانا وقفتها عند حدها، وكانت بتستغل ان انت مشغوله عني وتعبانه وبتاع. وانا ما رضيتش اقول لك طبعا عشان مش عايز اجرحك. بقول لك ايه؟ ده زي القمر، ما تسيبوه يعمل، انا عيني عليه بصراحه. معقوله؟ ايمان كان بتحاول معاك انت؟ هي دي الحقيقه. ما كنتش عايز اقول لك بس خلاص. عشان كده وده السبب الوحيد اللي مخليني عايزها تبعد عن حياتي. فارجوك يا مريم، ارجوك اقطعي علاقتك بيها، دي انسانه خاينه. عندك حق يا ادم، عندك حق، انا مصدقك. ايوه كده يا مريم، انا عايزك تبقي واثقه فيا بالكامل، عايزك ثقتك تبقى كبيره فيا. وبعدين انا اسف قوي على اللي حصل النهارده الصبح، انا كنتش في وعي. انت متخيله الصدمه كانت عامله ازاي بالنسبه لي يعني؟ بس طول ما انت جنبي يا حبيبتي انا هكمل. ومن يوم ما كنت عندها وهي ما بتردش خالص على تليفوناتي، حتى الواتساب كان بتدخل تقرا كلامي وما تردش عليا، ودلوقتي يا طنط عملت لي بلوك، انت متخيله؟ طب ازاي ما تقوليليش الكلام ده من بدري؟ يا طنط صعب عليا قوي، يعني اتخيل ان لازم يكون في واسطه بيني انا ومريم عشان اعرف اتكلم معاها. والله العظيم انا حاسه ان انا في كابوس. معلش يا حبيبتي حقك عليا، ان شاء الله غمه وتزول. صحيح يا طنط، انت كنت عايزاني اجي لك النهارده. اصلية كمان ما بتكلمنيش في التليفون حتى بقالها يجي اسبوع واكتر، لما بتكلمني برد عليها بصراحه بكلمه ونص. لحد انت النهارده ما جيتي وحكيتي لي اللي حصل، قلت الست هانم لازم تيجي بقى وتعرفي الحكايه. لا يا طنط، ما كانش له لازم ان هي تيجي. وبصراحه يعني لو مريم مش عايزه تعرفني تاني انا ما اقدرش اجبرها ان هي تعرفني بالعافيه. اوعي تقولي الكلام ده تاني، ان شاء الله هتيجي ونعرف منها ايه اللي حصل. ايه بقى يا شاعر؟ الله، انت بتتقل علينا ولا ايه؟ ده الست موسي من ساعه ما شافت صورتك وهي وجعلي راسي. انت بذمتك مش مكسوف من اللي انت بتقوله لي ده يا شربين؟ واتكسف من ايه؟ يا بخت من وفق راسين في الحلال. والنبي يا شربين اطلع من دماغي دلوقتي. يعني انا لو قلت لك ان النجمه بوسي داخله علينا دلوقتي هتكسفني معاها؟ هتحبطني وياها؟ طب وهي تيجي تعمل ايه؟ ايه؟ تثقف يا حبه عيني، مش المكان ده برضو بتاع الثقافه للجميع؟ ازيك يا سمر؟ الحمد لله مدام مريم. ازيك؟ ازيك يا ايمن حبيبي؟ خدي. ماما فين؟ جوه. لا ده انت مصممه بقى. انا اصلا كنت عايزه امشي. لما تشوفيني ما بردش على رسائلك ولا مكالماتك المفروض تعرفي ان انا فهمت وعرفت كل حاجه، انما واضح ان مفيش دم. ايه يا مريم؟ جننتي في مخك ولا ايه؟ ازاي تكلميها بالطريقه دي؟ سيبيها يا طنط، سيبيها براحتها تغلط وتقول كل اللي عندها، خليها تجيب اخرها. انت اكيد اتجننتي في عقلك، ايه اللي انت عملتيه في ايمان ده؟ بس يا ماما بس، انت مش فاهمه حاجه. فاهمه ايه ولا مش فاهمه ايه؟ ايه الغباوه اللي انت فيها دي؟ ازاي تعملي في البنت كده؟ استني، وعز الجلال لله، لو واحده فيكم تستنى والتانيه تمشي يبقى انت اللي هتستني يا ايمان، واللي مش عاجبه يطلع بره. استني انا حلفت. بتطرديني من بيتي؟ بتطرديني عشان واحده كانت عايزه تخطف جوزي بتخرب عليا؟ ايه الغباوه اللي انت فيها؟ ايه هو ايه اللي تخطف جوزك والغباوه دي؟ خلاصك امشي دلوقتي، امشي من قدامي. حاضر يا ماما همشي ماشيه، بس ابقي اسالي الهانم اللي انت بتحاملها كانت عايزه تخطف جوزي ولا لا؟ كانت معجبه بيه زمان ولا لا؟ شوفيها كلامي صح ولا غلط؟ امشي يا سمر. هاتي الولد. حقك عليا ما تزعليش.
استهدي يا بابا، تعالي تعالي اغسلي وشك. اهي جت ست الكل اهي. هي دي بوسه يا شربيني، دي جامده قوي. امال انت مفكر ايه؟ يا دي النور يا دي النور، شمس الشموس يا بسبوسه، اتفضلي يا نجمتنا. ازيك يا شربيني؟ ازيك يا هانم؟ هانم؟ قول يا رب اقعد. اطلب لي حاجه يا شربيني. عينيا يا جرسون. تحت امرك يا فندم. شوف ست الكل عايزه تشرب ايه؟ بقول لك يا باب، في عندك شيشه؟ شيشه؟ شيشه. في ايه مالك؟ حسستني ان انا بطلب منك سيجارتين حشيش. يا فندم الحاجات دي مش موجوده في المكان ده خالص. طب تقبض كام؟ اشمعنى؟ ولعلي. ما قلتليش بتقبض كام؟ 1500 جنيه بس. تشتغل عندي في الكباريه ب 3000 جنيه؟ كباريه؟ اشمعنى؟ شكلك كويس. أنا محتاجة الشكل ده عندي في الكباريه شربو. اتفق لي معايا شربو. عيوني. هاي يا حبيبتي، بقيتي أحسن؟ آه يا طنط الحمد لله. معلش يا إيمان، عايزة أسألك سؤال. إيه الكلام يا بابا اللي كانت بتقوله مريم ده؟ بص يا طنط، أنا مش هنكر إن أنا في يوم من الأيام كنت معجبة بإيدا. نهار أسود على العك اللي أنا فيه يا رب. من فضلك يا طنط اسمعيني، الكلام ده من قبل ما مريم تشوفه أو تعرفه. وهو عارف كده؟ أيوة عارف، إحنا اتقابلنا قبل كده مرة، كلمنا مع بعض وحصل يعني تلميحات قوية واضحة. طب إزاي هو بعد كده شاف مريم وأعجب بيها وحبها وإنتي كنت فين؟ عشان ببساطة مريم أول ما شافته عجبها، وهو كمان أول ما شافها عجبته، وتعامل اكننا ما عرفناش بعض قبل كده ولا اتكلمنا. غريبه قوي، بس انت كنت اكتر واحده متحمسه ان الجوازه دي ما تتمش. ازاي وانت كنت معجبه بيه؟ لاني حسيت انه راجل مش مظبوط. لما راجل يعجب بواحده واول ما يشوف صاحبتها يعجب بيها، يبقى اكيد في حاجه غلط. لا معلش انا مش فاهمه، فهميني. فاكره يا طنط الورقه اللي ادم اداها لمريم اول مره شافها فيها؟ ايوه. هي نفس الورقة دي كانت عندي، وكان فيها نفس الكلام. بس اسمحي لي أقولك بقى يا إيمان إن أنت غلطانة. كان لازم تقولي لمريم، طالما أنت معتبرها زي أختك بالظبط، كان لازم تبصريها. كنت خايفة يا طنط تفهمني غلط وتفهم إن أنا عايزة آدم ليا. طب مريم عرفت التفاصيل دي منين؟ جايز منه وجايز مني. أنا امبارح اتكلمت مع مريم وقلت لها إنه حاول يتكلم معايا وهي حامل، بس أنا ما حكيتلهاش إن كان في ما بينا إعجاب، ويظهر كده هي واجهته بالموضوع ده وفهمها إن أنا اللي كنت معجبة بيه مش هو. مش عارفة أقولك إيه، بس الحقيقة إيمان أنتي غلطانة. كان لازم تصارحي مريم من الأول بكل التفاصيل اللي أنتي قلتيها لي دي دلوقتي. يمكن يا طنط، بس ربنا علم بنيتي في الأول وفي الآخر. ما كانش ينفع إن مريم تمد إيديها عليا. ما تقوم كده بقى اتطرقنا يا شربيني، خلينا نعرف نتكلم براحتنا. عناية يا ست الكل، جنبك على الترابيزه دي اتامل في الطبيعه. يخرب عقلك يا ادم، عمري ما كنت اتخيل ان انا اقعد في مركز ثقافي، مع اني والله غاويه ثقافه او النعمه، بس زي ما تقول كده ما عنديش وقت. القصد انت اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد لله، وانت عامله ايه؟ تمام. مالك بقى يا سيدي تقلان عليا ليه؟ وانا تقلان ولا حاجه، انا مش فاهم. بس مش فاهم؟ طب عادي افهمك انا يا قلبي. يعني مثلا كده انت مش عارف انا موجوده هنا ليه النهارده؟ الصراحه لا، يعني هو شربيني قال شويه كلام كده ما فهمتش منه حاجه، بس انت لو قلتي لي يمكن افهم. معاك حق برضه، هو شربيني ده يا اخويا حد يفهم منه حاجه اصلا؟ بص يا فنان، انا شفت صورتك وشفت لك كده فيديو كنت بتقول فيه شويه كلام ملخبط كده، ما فهمتش منه أيتها حاجة خالص يعني. بس يعني إن جيت للحق أنت عجبتني. لا والله. والله عشان كده أخدت قرار إن أنا أجي أطلبك للجواز. إيه؟ عجبتني وعايزة الجوازة. هو طبعاً قبل الإسلام كانت الستات بتطلب الرجال الجواز عادي طبعاً. شفت؟ عشان كده على فكرة أنا شايفة إن ده موضوع عادي جداً، مش لازم الراجل هو اللي يطلب للجواز. أنا ست وعندي شجاعة إن أنا أطلبك للجواز. أنت تطلبي زي ما أنت عايزة، لكن انا متجوز
بحب مراتي. ايه ده؟ هو انت ما عندكش خبر ولا ايه؟ ايه؟ اسكت، مش عقبال عندك كده، الشرع محلل لك اتنين، غير انا والمدام كمان. بصي يا مدام بوسي، اللي انت بتتكلمي فيه ده مش هيحصل. انت زي القمر، ما اقدرش انكر ده. لكن انا بحب مراتي، مش عايز اسيبها، ف سيبيني في اللي انا فيه والنبي. وانا يا اخويا عشان عارفه اللي انت فيه، قلت نظبط بعضينا ونستفاد احنا الاتنين سوا. انا اللي زيي كتير يا بوسي، شوفي حد تاني. بس انا لا. بعد اذنك. شربيني تأمريني يا ست الكل. واتقطعت صلاتي بإيمان، وتهزت علاقتي بأمي وعيلتي أكتر. أما آدم فهو زي ما هو، وعصبيته زادت بعد ما بقيت أطلب منه فلوس. أنا عارفة ومتأكدة أن أي راجل بيبقى حاسس بالضعف لما يكون مش قادر يكفي بيته، بس أنا عمري ما زودتها. أما الضرب فبقى شيء عادي، روتين موجود في حياتي دايما. وتقريبا بقيت حافظة مواعيد جدول الضرب بتاعي. ماما انت فين كل ده؟ هنفضل نتكلم كده على الباب؟ مش هتقولي لي اتفضلي؟ تعالي 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 تعالي. ايه قله الذوق اللي بقيت فيها دي؟ لا حول الله يا ربي. وحشتيني، وحشتيني قوي. وحشتك قوي. على فكره انا كنت ناويه ما ادخلكيش بيت ابدا، لكن اهو هعمل ايه بقى في قلبي؟ 10 ايام، 10 ايام ما تساليش فيا، منهم 4 ايام ولا حتى تتصلي بيا. على رأي المثل اللي ما تصبحه وتنسيه ما تعرف ايه اللي جرى فيه. ويقولوا ويضحكوا عن خلفة البنات واللي ما خلفتش بنت ما خلفتش. بس واضح جدا ان انا بنتي غير. ليه يعني كل ده؟ هو انا غلطت في ايه اصلا؟ ده انا اخر مرة رحت لك طردتيني. امال يعني كنت عايزاني اخليكي تقعدي واللي اتضربت هي اللي تمشي؟ انت عارفة ان ايمان دي معزتها من معزتك بالظبط. وعيب قوي اللي انت عملتيه فيها. اللي أنا عملته فيها ده أقل حاجة تستاهلها. واحدة كانت عايزة تخطف جوزي، عايزة مني إيه بقى؟ يا سلام، مش عرفك بقى إنها كانت عايزة تخطف جوزك؟ بتصدقي كل كلمة يقولها لك جوزك وتكذبي إيمان؟ الله، وش معنى يعني أصدقها هي وأكذبه هو؟ ده جوزي أبو ابني، طبيعي إن أنا أثق فيه. هي بقى تلاقيها غيرانة عشان لا اتجوزت ولا خلفت ولا حققت أي حاجة في حياتها. ده غير بقى إن آدم كان عاجبها زمان. وش عرفك يعني إن آدم كان عاجبها من زمان؟ ده اللي أنا كنت فاكراه، بس كنت فاكرة إنه كان عاجبها بشكل عام يعني. طب ولو قلتلك بقى إن الموضوع غير كده خالص هتقولي إيه؟ يعني إيه؟ مش فاهمة. إيه يا عم الشعر؟ ما تفكك بقى من المكان ده، هو أنا كل ما أجي ألاقيك هنا؟ عايز مني يا شربين على الصبح؟ أنا جايلك برسالة من ست الكل بوسي. ست الكل دي ستك أنت يا شربين. وماله؟ هو حد يطول؟ هو اللي في عيبك يا شربين وخلصني. شوف يا صاحبي، من ساعة انت ما كرفتها وعملت اللي عملته معاها بصت لها بصة مش ولا بد، وهي في دماغها صراصير بتلعب. لا بصت لها بصة مش لابد ولا بتاع، مش دعوة بالكلام ده. لا ليك، ست الكل دي سبب أكل عيشي، وأنا اللي يجي على لقمة عيشي أفرمه ما عدا انت. بس من ساعة انت ما عملت اللي انت عملته معاها ده وفي صراصير بتلعب في دماغها مش طايقات ماشي، أنا عايزك تصلح اللي انت عملته ده معاها. أنا أصلحه ليه؟ أنا ماليش دعوة بالكلام ده، مش شربيني سيبني في حالي والنبي. بص يا عم الشعرة، أنت السبب في اللي حصل ده وأنت اللي هتصلحه. أصلحه ليه يا عم شربيني؟ أنا ماليش دعوة باللي حصل ده، فكك مني. لا ليه؟ وليك لقمة حلوة، لقمة تاكل فيها بالرشا يا معلم. أنت مش طلبت فلوس من بندق الملحن وما رضاش يديك. مين اللي قال لك؟ هو اللي قال لك؟ يوه، ده الوسط كله أوضة وصالة، ومفيش حاجة بتخفى على شربيني. وبعدين يعني أنت عارف فلوس دي بيخش لها كام في اليوم؟ كتير، حط 3-4 اصفار قدام اللي انت طلبته. 3-4 اصفار؟ يا معلم 3-4 اصفار. وانت مستغرب ليه؟ عايز تنتج، تنتج لك، هتشتغلوا مع بعض، يعني هيبقى جواز وبزنس. انا رايت لك المصلحه.
فكر في مصلحتك وفي مصلحتك. حتى حبيبتي بعد كل اللي انا قلته لك ده. ايمان دي كدابه، انا واثقه ان الكلام ده كله ما حصلش. انا مش فاهماكي بصراحه يا مريم، بتكدبي ايمان على طول الخط وتصدقي كل كلمه يقولها لك جوزك. الله، ده جوزي، مليون مره هفضل اقول ان ده جوزي؟ لو ما صدقتوش هصدق مين يعني؟ يا حبيبتي فهمي وفكري، ما يمكن دي اشاره من عند ربنا. الاشاره الوحيده اللي شايفاها ان ربنا كشف لي كسبها بسرعه. مش انت دايما تقولي لي خدي بالك من رسائل ربنا؟ اديني باخد بالي اهو. حبيبتي فكري، ساعات الواحد من هنا بيبقى شايف الحقيقه قدام عينيه وواضحه زي الشمس، بس مش واخد باله منها. شغلي ده يا مريم، نهايته بنيتي. خدي يا حبيبتي. ايه دول؟ ايه يعني هيكون ايه؟ فلوس طبعا، ما انا عارفه البير وغطاه. معلش يا ماما انا مش محتاجه والله، خليهم معاكي. وحرج عليكي كمان ما تاخديش فلوس من امك. والله يا ماما مش محتاجه، شكرا. لا العفو، براحتك. ايه لو وصلتي اي حاجه كلمني، هتلاقيني قدامك في سما. لا اله الا الله. آدم، إيه؟ أنت مش شايفني؟ لا شايفك، إيه؟ أنت اللي إيه؟ مفيش، سرحان بس شوية بفكر في اللي إحنا فيه ده. طيب يا حبيبي خلاص براحتك. أنا كنت عايزة أتكلم معاك في حاجة، بس لو أنت متضايق خلاص بعدين، بعدين. مش متضايق ولا حاجة، إيه في إيه؟ خلاص لما تتعشى وتبقى رايق نقعد نتكلم. مش هتعشى ولا هروق ولا زفت، قولي. طيب، أصل أنا كان المفروض أودي أيمن بكرة للدكتور عشان التطعيم الخارجي. تطعيم إيه؟ ما انا قايله لك يا حبيبي، في تطعيمات بتبقى موجوده في مكتب الصحه، وفي حاجات ما بتبقاش نازله في الجدول ولازم ياخدها، ما ينفعش اطنش. مش التطعيمات ايه دي؟ احنا ما كناش بنطعم كل التطعيمات دي، وفي ايه؟ وهي حبكه بكره؟ ما هو لازم يا حبيبي، هي ليها مواعيد، ما ينفعش ناخرها. طيب بكره ان شاء الله اتصرف فلوس. ماشي، يعني اجل ميعاد الدكتور لبعد بكره. خلاص بقى يا مريم بقى، اعملي اللي تعمليه. انت كل شويه تعصبيني كده، ولا هو غباء وخلاص؟ ولا انت كل يوم عايزه علقه عشان تفوقي؟ ليه؟ هو انا قلت ايه لكل ده؟ قلت بقى ولا ما قلتيش بقى؟ بلا زفت، اقعدي بقى تنيلي، خش اعملي كوبايه شاي. طب خلاص يا ادم انا اسفه. اوف، الف الف مبروك يا حبايب، فرحت لكم والله. الله يبارك فيك يا شرب. طب ايه، ما تطرقونا بقى. على رأي المثل، اللي مستني من العازول مصلحه، اللي مستني الدفايه تعمل لك مروحه. طب خد مروحتك يا اخويا كده، وخد لك سكه واتاكل. يلا يا اخويا نتطرق بقى. ايه بقى يا نن عيني، مالك؟ انت مكسوف ولا ايه؟ لا لا، بس محتاج وقت كده اخد على الجو يعني شويه. طب تعال. إذا كان كده بقى، على أقل من مهلك، بس أهم حاجة عندي اوعى تكون مكسوف. أنا بحب الراجل البجح، والبجح قوي كمان. لا ما تلاقيش، أخد على الجو بس شوية. طب أقول لك على حاجة، أنا طول عمري كان عندي حلم، كان نفسي احققه من اول ما بقيت ست في السوق بجد. ايه خير؟ اني ارقص لعريسي يوم دخلتنا، تسمح لي؟ طب اتفضلي. قولي.
كل حاجة حلوة كانت باقية فيه اتغيرت. بقى كل يوم ينام لبعد العصر، ينزل بالليل معرفش بيروح فين، ما يرجعوش الفجر، ريحته كلها خمر، ولما أسأله كنت فين يقول لي الشغل وإن أنا اللي عاوزة فلوس. حاولت كتير أمنعه من اللي هو بيعمله، قلت له مش عاوزة حاجة، بس كان خلاص دخل في دوامة لا أنا عارفاها ولا عارفة أطلعه منها، وبقى كل يوم أسود من اليوم اللي قبله، وبقيت حاسة إني لوحدي، لوحدي قوي، لا أهل ولا راجل. انت رايحه فين؟ ايه ده ايه ده؟ انت لحقت تسكر يا دودي؟ يا سيدي على الرجاله اللي دماغها خفيفه. انا ما بسكرش، انا ما بسكرش. ردي على قد السؤال، ما تقلبيش دماغي. وانت من امتى بتسال السؤال ده؟ ها؟ من النهارده. ايه رايحه فين بقى؟ رايحه فين؟ لا ده انت اتسطلت بجد. رايحه الشغل يا ايه؟ صحيح نسيت الموضوع ده فعلا. طيب انا هاجي معاك. تيجي معايا فين؟ الكباريه؟ هاجي معاك الكباريه. في حاجه؟ لا يا اخويا ما فيهاش حاجه. ده يا ريت، انا بس مستغربه عشان انا ياما اتحايلت عليك وانت كنت على طول بترفض. قال ايه خايف من الفضيحه؟ انا بخاف يا بوز، انا بخافش يا بوز. اقوم اغير واجي معاك. يا دي السعد يا دي الهنا، هات السيجارة يا أخويا، هات السيجارة. يا دي السعد، يا دي الهنا، يا دي المنى، ليك عليا أمنجهك النهاردة آخر منجهة. هتمنجهيني يا بوسي؟ آخر منجهة يا حياتي. ممكن اتكلم معاك شويه؟ ممكن انام شويه وبعدين لما اصحى نتكلم؟ ما انت صاحي اهو. انا مش صاحي، انا نايم دلوقتي. لا صاحي، ولو دخلت نمت دلوقتي هتصحى تنزل على طول ومش هشوفك. ما بقيناش بنتكلم مع بعض يا ادم. عايزه ايه يا مريم؟ سيبيني انام شويه ولما اصحى نبقى نتكلم في اللي انت عايزاه. لا دلوقتي بقى. عايزه ايه تقولي؟ طيب ها هتتكلمي في ايه؟ في حالك يا ادم، في حالك. ماله حالي يا بنت الناس؟ انا كويس اهو، وانت اللي مبوظه حالي. انا ليه؟ هو انا اللي كل يوم سهرانه للصبح؟ ده انت البيت بالنسبه لك بقى اوتيل، تيجي تنام فيه 3 ساعات تصحى تنزل على طول. ده انا ما بشوفكش. مش انت قلت لي ان انا مش مكفي بيتي؟ اديني بشتغل ليل نهار اهو وبرده مش عاجب. لا انا ما قلتش انك مش مكفي بيتك، بس انا عايزاك انت، عايز اقعد معاك يا ادم. انا كنت مستحمله كل عيوبك وكل حاجه بتعملها فيا عشان الوقت اللي بنقضيه سوا اللي ما بقاش بيحصل دلوقتي. خلاص سيبيني انام دلوقتي ولما اصحى نبقى نتكلم. لا بقى مش هسيبك يا بنتي، انا مش سامعك اساسا، انا نايم. سيبيني انام شويه ولما نصحى نبقى نتنيل نتكلم. لا مش هسيبك بقى، ده انت حتى ما بقتش بتشوف ابنك ولا بتلعب معاه. ده لما بيشوفك بيجري منك، بيتعامل معاك زي الغريب كده. كويس افرحي بيه، واذا كان عاجبك. مش عاجبك اشربي من البحر يا مريم. لا بقى مش عاجبني. مش كفايه منظرك قدامي وانت راجع بتتطوح زي المساطيل؟ انت بقيتي قله الادب بقى كمان. اتكلم معاكي. بقولك عايز انام. ايه الغباء ده؟ ايه الغباء ده؟ عيش تقرف. الله يخرب بيتكم، انا صدعت من كتر الضحك. صباح الخير. صباح النور. تهرف ايه النهارده؟ هو في غيره اللي السوشيال ميديا كلها بتتكلم عنه بقالها اسبوع؟ حازم امين. انا زهقت من السيره دي صراحه. والنبي ما هنسيبه. قال لك سوري انا اتحرشت بالبنت عشان كنت سكران. لا يا دي انت كده بريء. بكره تطلع هوجه تانية والناس تنساه ويتكلموا بحاجه جديده. بالظبط. بقول لك ايه، عايزاكي لما يحضر قصتك.
ازيك؟ ايه؟ ايه؟ خليك في حالك. بصي يا ستي، اشتغلتي فوتوغرافر ولا ايه؟ انا مش بهزر يا ايمان، بصي كويس. ما انا باصه كويس. ايه الصوره هتتحول؟ مين ده اللي ورا؟ ايه ده؟ الصوره دي فين وامتى؟ مش ده ادم؟ اه يا ستي ادم. فين الصوره دي؟ امبارح كنا في عيد ميلاد واحد صاحب كريم جوزي، وعاملينه بالنايت كلوب اللي بيغني فيه كريم. نتصور كده، ببص لورا بلاقي لك صاحبك ده سكران طينة. شايف الرقاصه اللي بترقص دي؟ اسمها بوسي، وبين كده في حاجه بينهم. يعني ايه في حاجه؟ الموضوع شكله مش طبيعي على فكره. هو ايه اللي مش طبيعي؟ ده بان على حقيقته، واحد بتاع مصلحته يعني. ايوه انا عايزه افهم، يعني هما ماشيين مع بعض ولا الموضوع وان نايت ستاند ولا ايه بالظبط؟ كده ما اعرفش، بس ممكن لو عايزه اعرف لك حالا. ازاي؟ اكلم كريم وهيقول لنا على اللي فيها. اه طبعا، اعملي كده حالا. الو كريم، بقول لك ايه؟ وبعدين يا عمر، مش هنلاقي يا ابني حل في حكايه اختك دي؟ طب قولي لي انا في ايدي ايه اعمله وانا اعمله؟ ما كله على يدك يا ماما، واخر مره رحت له هناك اتخانقنا مع بعض، وواضح قوي ان امه مش قادره تسيطر عليه. وبعدين لو اتدخلت دلوقتي الموضوع هيكبر قوي، وفي الاخر اختي هي اللي اختارت. يعني عشان اختك هي اللي اختارت نسيبها عايشه في النار؟ مش عارفين هو بيعمل معاها ايه ولا بيتعامل معاها ازاي. انا قلبي واكني جدا على اختك يا عمر. طب قولي لي، طيب انت عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ ما هو انا مش عارفه تعمل ايه، ولا انا عارفه اعمل ايه، بس ما تروح تصالحه يا عمر عشان خاطري يا حبيبي. انا قلقانه قوي على اختك يا عمر. حاضر حاضر يا ماما، بس عايزك تهدي بس وانا اشوف هقدر اعمل ايه. والله يا اخويا ده انا حاولت معاهم كلهم، اللي يقول لي حاضر واللي يقول لي عينيا، وفي الاخر ادي وش الضيف، مع ان كل المغنواتيه دول اصحابي، بس زي ما تقول كده يبقى كل مغنواتي فيهم دي شله الملحنين والشعراء اللي بيتعامل معاهم وبيرتاح معاهم، فان انت برضو يا ادم تخش وسطهم دي حاجه مش سهله. طب بقول لك ايه، مش انت قلتي انك ممكن تنتجي؟ ما تيجي نعمل اغنيه وانا اللي اغنيها مثلا. وانت على كده بقى يا قلبي صوتك حلو. مش مهم يا بوسي، الكلام ده دلوقتي بقى بيتظبط في الاستوديو. طب بقول لك ايه، ما تيجي نجرب تغني ورايا في الكباريه الاول. انت عايزاني اغني وراكي وانت بترقصي يا بوسي؟ اه انا ودي فيها حاجه دي؟ لا فيها كتير، فيها ان انا احس ان انا رخيص، ارخص من اللي انا فيه دلوقتي. قاطع لسان اللي يقول عليك رخيص، ده انت الغالي، ده انت هتبقى سيدهم كلهم. انسي الكلام ده خالص، الكلام ده تشيليه من دماغك على جثتي يا بوسي. طب اهدى اهدى، في ايه؟ اهدى على نفسك، انت هتشخط فيا ولا ايه؟ بس انت بتقولي كلام يعكر الدم يا بوسي. خلاص يا ادم، فكره وجت في دماغي وقلت اقولها لك. وبعدين برضو فكر في الموضوع، على الاقل هيبقى ليك نصيب من الكيت بدل السحب اللي انت عمال تسحبه على حس السلفه. السلفه ايه؟ انت بتعايريني يا بوسي؟ لعلمك بقى، كل جنيه انا باخده منك انا كاتبه مقيده في النوته. فين النوته؟ اهي، كل جنيه هيرجع لك يا بوسي، ما كانش بكره هيبقى بعده. بكره تعرفوا مين ادم عبد الحميد. استنى بس يا ادم، انت رايح فين؟ يا دي الخيبه، باين عليا زودتها حبتين. بس يا طنط، يعني واضح ان في علاقه بينه وما بين الرقاصه دي، عشان كده رايح جاي معاها. انت متاكده يا ايمان من الكلام اللي انت بتقوليه؟ طبعا يا طنط متاكده، عشان كده لما اقول لك ان البني ادم ده مش مظبوط تصدقيني. كان عليا يا بنتي، انا مصدقاك. المشكله مش فيا، المشكله في مريم. هل هتصدق؟ بصي يا طنط، ما كانش ينفع ان انا اعرف حاجه زي دي وما اقولش، وكان لازم احكي لك. انت بقى عايزه تحكي لمريم، احكي لها، دي حاجه ترجع لك. لا ودي حاجه تستخبى، لازم تعرف. يبقى ماشي مع رقاصه وكمان بيتعامل معاها كده، لازم اقول لها. مستحيل مستحيل اللي بتقوليه ده، هو مش ممكن يكون كده. وايه اللي مستحيل ومش ممكن؟ ما الدليل في ايدك اهو، ما تفتحي مخك شويه يا بنتي. الله، ده لو عامل لك عمل مش هتبقي كده. يا ماما، ما ممكن يكونوا دول ناس صحابه وهو سهران معاهم، انت عارفه طبيعه شغله. شغله عموما الدليل في ايدك وجوزك عندك، اسالي ووجهي. بصي كده، يعني زي الصوره دي ممكن يبقى ليها الف معنى. يا حبيبه قلبي افهمي، فتحي مخك يا مريم، المشكله مش في الصوره،
إيمان بتأكد فعلاً إن في بينهم علاقة، بس هي مش عارفة وصلت لحد فين. إيمان؟ وهي إيمان ما قالتليش ليه؟ أنتِ بتسألي ولا بتستهبلي؟ هتقولك بعد كل اللي عملتيه فيها؟ طب أنا هتجنن، أنا مخي هيتشل. يعني إيه دلوقتي هو بيخوني؟ بعد كل اللي أنا عملته علشان وكل اللي أنا مستحملاه بيخوني؟ أكيد لأ يا ماما، أكيد لأ صح؟ اهدي يا مريم، أنا هقولك نعمل. أبو عماد، مساء الفل يا باشا. لا ازاي ده، تتصل اي وقت. اجيلك طبعا الصبح بقى عندي. ماشي، طب ايه مش هتقول لي ايه الموضوع؟ طب خلاص خلاص تمام. ماشي يا عماد، اتفضل اتفضل. مع السلامه. مع السلامه. اتفضل، لعله خير يا رب. ساعات كتير معرفة الحقيقة بتبقى أكتر حاجة تخوف، وأنا كدبت على نفسي كتير. الحقيقة بتظهر واحدة واحدة مهما حاولنا نخبيها. أنا كذبت كل الناس، كل الناس، وصدقتك. أنا الغلطانة إني سمحت لك تعمل فيا كل ده. Thank you.
كانش قدامي غير حل واحد. أفندم. إيه؟ مش عارفاني؟ لا والله مش واخدة بالي. أنت عايزة مني؟ أنا مريم مرات آدم. آه، طب خش. معلش البت ما جاتش النهاردة، مش هعرف أقدم لك حاجة ولا أقوم معاكي بالواجب. بالعكس، أنت قايمة بالواجب وزيادة. طبعاً، واللي تعمله بوسي مفيش ست في الدنيا دي تعرف تعمله. طبعاً، ما هو واضح قوي. ممكن أعرف إيه اللي بينك وبين آدم؟ إيه ده؟ وأنت ما تعرفيش ولا إيه؟ آدم جوزي. نعم، آدم متجوزك أنت؟ آه يا حبيبتي، وليه الشرف، وليك أنت كمان الشرف أن أنت تبقي ضرتي. اسمعي يا شاطرة، واضح أن أنت فاكرة أن أنت جاية عند واحدة رخيصة هتسمعيها كلمتين من إياهم، وبعد ما تنزلي من عندها وتفتكر الكلمتين هتسقفي لروحك. لا يا ماما أنت غلطانة، الأصول يا قطة قبل ما تروحي لحد تسألي عليه الأول، قبل ما تهزي طولك وتتشمللي كده لحد باب بيتي. أنا ست حرة، لا بتاعت رفق ولا ماشي بطال. وآدم بقى جوزي قدام ربنا وبالقانون. ثانية واحدة. بيتهيألي كده أبقى جبتلك قعر الحلة. لو أنتي حبيبتي لسه في حبك حاجة بعد اللي سمعتيه ده كله، ياريت تقوليها وتخلصيني. وادي يا ستي الورقة في إيدك أهي، لحسن تقولي عليا أن أنا بكدب عليكي ولا حاجة لا سمح الله. ها أهي ورقة واتنين شهود تتدب في عين التخين. وأقولك بقى على حاجة من الآخر، مفيش حاجة تستاهل ان انتي تزعلي ولا تتقهري عليها. انا جوزي الاولاني كان متجوز عليا اتنين، وجوزي التاني اتجوزني على واحدة. الدنيا مش سهلة. قلتيلي بقى انتي جاية ليه؟ كنت عايزة اتأكد ان في حاجة ما بينك وما بيني. واديكي اتأكدتي، بس انا بحذرك تنزلي من هنا تهرتلي عليا بكلمتين ولا تعيبي فيا. لا، العيب مش عليك ولا عليه هو كمان يا حبيبتي. ولا عليه، العيب عليا انا. وماله، نورتيني. يا بنت قلتلك خلاص بقى ما تبقيش رغايه بقى وفداء. بالليل بالليل، كله بالليل، بتعلله اخره. يلا سلام سلام بقى. يا معلم، شربوك حاجه ولا صايم؟ بشرب. هو متشكر يا مان. مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. على ايه؟ فاكر الاغنيه بتاعتك اللي اديتها لكريم شكر اللي ما نزلتش في الالبوم بتاعه؟ فاكرها طبعا. نسحبها منه ونديها لهشام حبيب، ايه رايك؟ هشام حبيب؟ هشام حبيب تتكلم جد؟ وانا من امتى بهزر؟ هشام من يومين كان بالاستوديو عند ميكا، واول ما سمع الديمو بتاع الاغنيه قال لك بس الاغنيه دي بتاعتي انا عايزها، ومسك فيها بايده واسنانه وقال لك انها عيل من عياله، وقال ان هو هيخلصها مع كريم. مالناش فيها احنا بقى. يا رب تكمل بس. والله ده يبقى احلى خبر سمعته في حياتي. انا محتاج اسمع اي خبر حلو يا اخي. ولسه لما تسمع الاحلى، ان الاغنيه دي يا معلم مش هتنزل في البوم، سنجلها المتينه وهتتصور كليب. لا ده كتير قوي بقى بجد والله. احمد يا ابني، يا ابني تفائلوا بالخير تجدوه. طيب ان شاء الله. خلاص ماشي. يومين ثلاثة كده هقعدك مع هشام، تعرفوا على بعض وتظبطوا الدنيا، وتحضر معايا عم التسجيل. امين. رب بقى رب. ان شاء الله.
مصيبة السعادة مساء خير واحد يا شيخ سوان أحكام ليه ما بتزهقيش؟ ايه مالك؟ قاعدة متحفزة كده ليه؟ أنا عايزة أتطلق. طب حاضر، خش غير هدومي وأجي أطلقك على طول. مش بهزر معاك يا آدم. طلقني. في إيه اللي حصل؟ ليه؟ هي المدام ما قالتلكش؟ بتقولي قصدك إيه بالظبط؟ بوسي، مش خلاص اتجوزتها؟ طلقني بقى. مش هطلقك. واخبطي دماغك في أدخن حيط. هتطلقني والجزمة فوق رقبتك. مش خلاص رحت اتجوزت عليا رقاصة؟ طلقني. انت ازاي بتكلميني كده؟ اتكلمي كويس يا مريم معايا. ايه هتضرب؟ اضرب. انا جسمي نحف منك خلاص. بس اضرب وطلقني بعدها. لا هتضربي مش تطلقي. ما هو مش كل حاجة بمزاجك. انا استحملت منك كل حاجة. كل حاجة. ضرب، شتيمة، اهانة. انما تروح تتجوز عليا وتخني؟ ده اللي انا مش هسمح. اسمعي ولا ما تسمحيش. انت مش هتقولي لي امشي حياتي ازاي؟ وطلاق مش هطلق. أنا بس عايز أعرف أنت عرفت منين؟ والمصحف لفضحك في كل حتة، والمصحف. أقف وأنا بكلمك. أوعى، أوعى. افتح الباب يا مريم. افتح الباب. افتح الباب بقول لك وأنا بحصل على الباب. ودي إيه؟ ما بتفهمنيش. اعمل اللي تعمله. مش هطلعك كمان مش هطلعك انا هوريك يا مان انا هوريك والبنت هتتحبسي فيه يا مريم هوريك ايام سودا اتجننتي؟ هو ده اللي اتفقنا عليه؟ يعني انت كنت عايزني اعمل ايه؟ ها؟ واحدة وجاية بتتهمني بشرف، اسكت لها؟ ما كان لازم ادافع عن نفسي. تقومي تركبيها عليا كده؟ تحطيني في المواقف ده يا بوسي؟ معاش ولا كان اللي يركب عليك يا اخويا، انت بس اللي ما تكبرش الموضوع. ازاي اثق فيكي بعد اللي حصل ده؟ ممكن كده تبيعيني في اي لحظة. ابيعك ايه وزفت ايه؟ واحدة وجاية لحد بيتي بتقول لي كان في ايه بينك وبين ادم؟ تحب اقول لها ايه؟ ها؟ هقول لها مترافقين؟ ما طبيعي ان انا هقولها ان احنا متجوزين وبعدين تعالى هنا انت مالك متضايق قوي كده ليه ما هي كده كده كانت هتعرف ولا انت بقى يعني ان عيني متضايق ان هي عرفت انك متجوز رقاصة ولا هي ولا اي حد غيرها يا بوسي ينفع يعرف ان انا متجوز رقاصة بس انت يا ادم متجوز رقاصة وعارف كويس قوي ان انا كل يوم بنزل اروح الكباريه وبتيجي تتفرج عليا وعادي وقابل اشمعنى بقى ان حد يعرف يبقى مش عادي ها؟ ولا هو الغلط؟ ما بيبقاش غلط غير لما بيتعرف يا ادم. اخلصي خالص، ما اسمعش منك كلمة زيادة، فاهمة؟ مد ايدك عليا يالا؟ انت كمان لسه ما شفتيش الوش التاني. انت هتضربني ولا ايه؟ انت اتجننت؟ واتفنك مصلحك كمان. فين الورقة المعفنة دي؟ مش هي دي الورقة اللي بنضحك على بعض بيها؟ اهي. ورحمة أمي لربيك يا شحات. شكرين يا استاذ اي خدمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مش هل بينا بقى قبل ما يجي ده يا ريته يجي يا ريته عشان يحاول يوقفنا ويبقى اخر يوم في عمره النهارده لا يا جماعه يلا انا عايز انزل قبل ما هو يجي يلا والنبي يلا
هو احنا نسيب باب الشقه كده؟ سيبهوله يبقى يصلحه هو بقى. سيبيه. استنى هنا عندي. بس يا عمر كفايه انا فضايح بقى، عايز ايه يا ادم؟ يا طنط جاي اخد مراتي وابني فيها حاجه دي؟ لا يا ادم، المره دي انت جبت اخرها، اختي مش هترجع معاك تاني، انا عايزك بقى تنساها خالص. اتكلم بالنيابه عنها ليه؟ انا مش فاهم. ادم انا مش عايزاك في حياتي، وزي ما عاندت اهلي وعملت اللي في دماغي واتجوزتك، برضه هعمل اللي في دماغي واتطلق منك. انا ما تعاندش يا مريم، وهتيجي معايا بمزاجك بالعافيه هتيجي معايا. لا اهدى بس على نفسك كده يا حبيبي، وموضوع العافيه ده تنساه خالص لان انت مش قادر. وركز في كلامك لان البيت ده فيه راجل، فكلامك يبقى معايا انا. ولا انت ما بتعرفش تتشطر غير على الستات وبس؟ تصدق بالله لولا ان انت تبقى ابو الولد اللي انا ابقى خاله، لكن هيبقى ليا تصرف تاني معاك. بس بقى يا عمر كفايه يا ابني بقى، كفايه. لو كفايه ليه؟ اتفضل هددني تاني يا عمر باشا. انا ما بهددكش يا هدى، انا بقول لك ان انت لو استفزتني اكتر من كده انا هعمل فيك ايه؟ من غير خناق يا عمر. آدم هيطلقني وهيطلقني من غير مشاكل، مش كفاية عليه الرقاصة؟ وطبعاً من حقه يشوف ابنه أي وقت. أولاً أنا طلقتها خلاص، ثانياً طلاق ليك يا مريم مش هتطلق. أنا عشان مقدر الظروف بس دلوقتي مش خليكي تيجي معايا بالعافية، وخليكي تيجي معايا بمزاجي. فكري في الموضوع بدل ما تيجي غصب عني. اسمعيني يا مريم، أنا مش عايزك تشغلي دماغك بالموضوع ده خالص، سيبهولي بقى وأنا اللي هعرف أتصرف. أنا آسفة يا إيمان، أنا غلطت في حقك كتير ومكسوفة منك والله، ومش عارفة أصلح غلطي معاكي إزاي. أنا ما يهمنيش أي غلط أنت ممكن تكوني غلطتي في حقي، أنا كل اللي فارق معايا إنك تفوقي. مريم أنت كنت زي اللي متغمي عنيها، أنا مش قادرة أفهم أنت إزاي سبتي نفسك توصلي لكل ده معاك. لعلمك بقى أنا مش مغلطة، بالعكس أنا الغلطان إني كنت بسامحه بعد كل مرة بيمد فيها إيده علي. كنت دايما بدي لنفسي مبررات، ولما هانت عليا روحي هانت عليا كل الناس. لعلمك بقى انا دلوقتي كارهه نفسي جدا، وحاسه ان انا استاهل اي حاجه حصلت لي. معلش يا حبيبتي، كلنا بنغلط بس لازم نتعلم. المهم انت دلوقتي سامحتيني؟ طبعا. مبروك يا بنات، مبروك ان انتوا رجعتوا لبعض تاني بعد ما عزفت ده كان عايز يوقع بينكم. الحمد لله يا طنط، زي ما قلتي غمه وانزاحت. فعلا غمه، وانا على فكره مشتركه معاكم في الغمه دي، قصدي مشتركه معاكم في ادم ده. مريم يا حبيبه ماما، انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه. قولي يا ماما. بصي يا مريم يا حبيبتي، كلمتين اللي انا عايزه اقولهم هقولهم واجر على الله. انت بعد الطلاق طبعا حياتك هتتغير، مش حياتك لوحدك، لا حياتك انت وابنك ايمن كمان. صح. فعشان كده بقول يعني خلاص، لا ما دام طلقها يبقى نكتفي ان احنا نقدمه شويه وبعد كده يعني مفيش داعي بقى نخرب البيوت. ايه ده يا ماما؟ انت اللي بتقولي الكلام ده؟ انا عارفه طبعا ان انت هتيجي تاخدي رايي، فانا هعارضك واقول لك لا ومستحيل ترجعي، لكن هعمل ايه بقى؟ لازم لا اقول اللي في ضميري وخلاص. لا لا، انا مش هرجع في قراري خالص، بالعكس حتى لو هو اختار نمشي في طريق صعب انا همشي فيه. ادم ده انتهى من حياتي، انتهى تماما. Thank you.
حضرتك استاذ ادم عبد الحميد الحسيني؟ ايوه. انا محضر من المحكمه، وده اختار بدعوى خلع من السيده زوجة حضرتك. من فضلك امضي لي هنا بالاستلام. شكرا. قضية خلع معناها مجبرة انها تتنازلك عن كل حاجة. بس انا مش عايز ده يحصل. اهم حاجة عندي ابني بس. على العموم ده لسه بدري قوي على الموضوع ده، كده كده انتوا هتروحوا الاخصائي انتوا الاثنين مع بعض عشان يحاول يصلح ما بينكم، هيحدد لكم جلسات، ثلاث جلسات منهم اثنين انت ممكن ما تروحهمش، هيبقى عندك الوقت الكافي ان انت تظبط امورك واحوالك معاه. ده لو هتقدر. هو هيحضر الجلسة الثالثة طبعا علشان يبدأ الموضوع من الأول، ومش هيحضر اللي بعدها، ويعدي شهر شهرين عليه. طب وبعدين يا خالد؟ ده كده الموضوع هيطول قوي. هو حاول يكلمك أو يجيلك الفترة اللي فاتت دي؟ اه طبعا كل يوم، ودي حاجة ضغطاني جدا. طب ليه يا مريم ما حاولتوش ان انتوا تتصالحوا مثلا؟ او يا خالو خالو ممكن دلوقتي تنسى ان مريم صاحبتي؟ دلوقتي هي عايزة تتطلق، نقدر نعمل لها ايه؟ هو في الحقيقة الخطوة اللي جاية لو خدها زي ما انا بفكر بالظبط، وانا متاكد ان المحامي بتاعه هيعملها، هتحطنا في موقف صعب جدا. خطوه ايه؟ بيت الطاعه ده قصاد ده. معقوله يا جماعه؟ طاعه ايه بس؟ بيت الطاعه؟ انا كنت فاكره الحاجات دي في الافلام بس. طب وايه الحل يا انكل ابراهيم؟ اصلها لو ما دخلتش بيت الطاعه هتعتبر ناشز، واحنا كده نخسر القضيه، وانا مستحيل ارجع له تاني. طب هو مفيش حل؟ هو في حل، احنا ممكن نلغي موضوع الخلع ده خالص ونرفع دعوة طلاق. طب ودي مضمونة ان احنا نكسبها 100%؟ بنسبة 90% مضمونة ان شاء الله، لكن بشرط لازم يبقى فيه دليل انه بيعتدي عليك بالضرب. طب ما نجيب تقرير طبي، بس المشكلة ان الاصابات بقى لها كذا يوم. ده كده مش هينفع يبقى دليل، لازم يبقى فيه محضر بوليس بعد واقعة الضرب مباشرة، ويكون اثار الضرب لسه موجوده، ويتعمل تقرير طبي كمان. يا جماعه لازم يبقى في شهود على وقعه الضرب. ودي هنعملها ازاي؟ يعني معقوله يعني هنجيبه ونبوس ايده نقول له لو سمحت اضربها واكسر لها ضلع؟ استغفرك واتوب اليك يا رب. مريم كمان جاي من غير حجاب؟ انت كنت في جره وطلعت لبره بقى. طب ايه؟ مش هتقولي حمد لله على السلامة؟ حمد لله على السلامة دي لو جاية بمزاجك، مش لو خايفة من انذار الطاعة. لا أنا ما بخافش من حاجة، أنا جاية بمزاجي. أما الفيل اللي عنده والتحدي وأخوك الجرم، كل ده نخ دلوقتي؟ يا مريم، أنت فاكراني هقلق من الكلمتين دول وخليكي تمشي كلامك عليا؟ أنت اللي ابتديت من أول ضربي وإهانتي لحد خيانتك ليا. أولاً أنا مش فاهم إيه المشكلة إن أنا أضربك؟ أنا أمي كانت بتضرب عادي، هو أنت أحسن من أمي يا مريم؟ سنين مدلنا بيقول كده عادي. لا 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 ما تدخلش الدين في الموضوع. انت ما تعرفش منه الا الظاهر بس. ده انت مراتك اللي متجوزها رسمي ملبسها حجاب، واللي متجوزها عرفي وفي السر منزلها بدله رقص،
والله دي حاجه ما تخصكيش. وخيانتك ليا ما تخصنيش برضو؟ يا مريم انا ما خنتكيش، انا كنت بعمل ده عشان مصلحتنا، عشان نعرف نعيش. كنت عايز انا اعمل ايه يعني؟ مصاريفنا قاعده تزيد كل يوم، مش عارفين نعيش، هعمل ايه؟ تصدق عذر برضو. طب ازاي رديت تصرف على اهل بيتك من فلوس مراتك الرقاصه؟ انا ما رضيتش ولا حاجه، ده كان تبادل مصالح. انا كان في بيني وبين الست دي شغل المفروض يحصل بيننا. مصالح؟ اخي ما انت كل شويه عمال تنزل من نظري، مش عارفه بعد كده هتنزل تروح فين. انت جايه هنا تعملي ايه؟ جايه تنفذي حكم المحكمه ولا جايه تعلميني الادب؟ نزل ايدك عني بقطعها لك. واضح بقى ان وحشتك علا زمان. كنتش بتقلق ولا حاسه بحاجه، ما كنتش حاسه غير بفرحه وسعاده واحساس بالانتصار. اول مره استمتع وهو بيضربني، دي علقه الخلاص، اخر علقه في جدول الضرب. عمر الجواز ما هيكون مصدر سعاده ولا انبساط لو ما تبناش على الحب والاحترام. السعادة الحقيقية هي ان احس اني انسانة كرامتها محفوظة ومفيش حاجة كسراها. قرارك بنفسك وبقناعاتك الشخصية.